وهياخد مننا وقت كتير. فاحنا دكتور لو سمحت. ايوه هو في اتندنت؟ في ايه؟ اتندنت حضور يعني هاخد الاتندنس ده تمام، بس ده احنا لسه في اول سيكشن، ما تركزش يعني في حته الاتندنس مش اتندنس، لسه بدري على الموضوع ده، احنا هنفكر في الدرجات يعني. خلاص النهارده حضرتك هتاخد الاتندنس ولا لا؟ من الميتنج هاخد. خلاص تمام، مش هبدأ اسماء يعني، نركز بس يا باشمهندسين، احنا نفهم والباقي كله مشغول. ناس تقفل المايكات، ناس تقفل المايكات. خلاص نبدا بقى يا باشمهندسين. بسم الله. اول حاجه هنتكلم عليها يا باشمهندسين هي الكوزاين لو والساين لو. الكوزاين لو والساين لو. اللي فتح المايك يا باشمهندسين، هقول اسمه بقى دلوقتي. خلاص اللي فتح المايك يقفل. هنبدا بالكوزاين لو والساين لو يا باشمهندسين. الكوزاين لو انا عندي تراينجل في A B C زي ما انت شايفه كده، دول اطوال الاضلاع بتاعتي، ادي الاي وادي البي وادي السي. ايه هوز الصوره واقفه على التايتل اللي هو الفورسز ان 2 دي ريزلت. انا مش هو حاجات كتير ولا ايه عشان لسه جاي؟ ايوه انا عندي كوزاين لو والساين لو. نبدا بالكوزاين لو والساين لو. انتوا دلوقتي مش وانسين، مش انتوا عندكم سلايد الثانيه ولا لسه؟ لسه السلايد الاولى. يا باشمهندسين اللي فاتح المايك لو الكلام ده ينزل بي دي اف. هينزل بي دي اف. خلاص احنا في السلايد الثانيه، حد عنده مشكله؟ ايوه دكتور. اللي فاتح المايك يا باشمهندسين، اللي فاتح المايك تمام. احنا بنقول لحضرتك ان في مشكله والسلايد مش باينه. خلاص ماشي، انا مش هشغلها لكم هنا. خلاص هشغلها لكم من هنا. انا عندي مش هشغل. خلاص انا مش هشغل من هنا يا سيدي، انا هشغلها من الباوربوينت نفسه. خلاص اظبط دي واحده. يا ماما تقفلوا المايك وفي ايه؟ خلاص اصبر دي واحدة. يا جدعان اللي فتح المايك فتحوا لي يا جدعان، اتكلموا اقفلوا. ايوه بالظبط، المفروض اول ما تتكلم تقفلوا. ما تتكلم يا باشمهندسين تقفل المايك عشان نقدر نبدأ. الايه حضرتك ممكن تعمل ميوت للناس كلها؟ الصوره راحت. سلايد ثانيه واحده. يا جماعه وايت بورد، وايت بورد ده يا جماعه. باشمهندس عمر حضرتك ممكن تاخد البرميشن من كله، اصل دلوقتي في 130 واحد بريزنتر، ف 130 واحد يقدروا يتحكموا في لا لا في حد بيعدل، في حد بيعدل كده. ثانية واحدة دلوقتي، ثانية واحدة. الفكرة ان احنا معانا ناس جميل.
كل محاضرة بنشتكي من حوار المايك دوت، معانا ناس كل محاضرة بسببهم بنشتكي من حوار المايك، فحضرتك تاخد بدل ما في دلوقتي بالظبط في 130 واحد. ثانية واحدة يا باشمهندسين، انا عاوز اعرف اللي فاتح المايك فاتحه ليه، انا مش فاهم برضه، مش فاهم وعارف انا ممكن اعمل ميوت اول بس لا. ماشي ميوت اول ماشي 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 يا دكتور ماشي يا باشمهندس يعني. ثانية واحدة اصبر معايا يا باشمهندس عشان نبدا. حد بس جاوبني، هو في صورة ولا لا؟ الصورة ظهرت ولا لسه؟ موجودة على الباور بوينت صح؟ تمام؟ الصورة واضحة ولا لا؟ ايوه واضحة. ثانية واحدة بقى بس نسينا اعمل في حتة بس ال مش كنت بس لو تعمل ميوت كل الناس ممكن تسيب واحد بس مش عامل له ميوت علشان لو مثلا الصوره ما بقتش واضحه او حاجه. خلاص ماشي. انا هخلي يحيى محمود هو الوحيد اللي مش عامل له ميوت. ماشي تمام مفيش مشكله. ماشي ماشي. خرجت حاجات كتير ولا انا قلت ده؟ طب وايه شرط خرجت شرحت حاجات كتير مش فاهمين عشان الاسئله مش هتنفع، عشان الاسئله مش هينفع اعمل ميوت بس الناس تسكت بس. خلاص نبدا بكده والناس تسكت. ماشي الناس كلها شايفه الباور بوينت. في واحد فاتح الميتنج معانا بس سايب التليفون اصلا، مش سايب المايك شغال، هو غالبا قفله دلوقتي. خلاص ناس سامع الصوت كويس، شايف الباور بوينت كويس كده؟ تمام يا دكتور. تمام خلاص نبدا بقى. ايوه تمام خلاص يا باشمهندسين نبدا. فالنهارده يا باشمهندسين ان شاء الله هنتكلم على الفورسز في التو دايمنشن. البداية هنبتدي نتكلم على الكوزاين لو والساين لو. الناس شايفة السلايد التانية دلوقتي كلها قدامي صح؟ تمام. اه تمام. 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 انا دلوقتي عندي ثلاث اضلاع زي ما انت شايف كده في المثلث، A و B و C. عايز اجيب C. تمام. عايز اجيب خلاص يا باشمهندسين. مفيش صورة عندي. ما جاتش غير التايتل بس اللي هو فورسز ان 2 دي وكذا. ايه؟ ثانية واحدة يا باشمهندس. لسه مش ظاهرة عندك غير السلايد الأولانية؟ اه مفيش حاجة ظاهرة عندي. هي ظاهرة هي ظاهرة. هي كده رجعت للسلايد الأولانية. هي المشكلة عندي. هي المشكلة عندي. انترنت يا جماعة. دلوقتي السلايد الثانية ظاهرة للناس كلها صح؟ دلوقتي يا باشمهندسين انا عندي ده سي تمام، وادي الاي وادي البي. انا عايز اجيب السي. يا باشمهندسين المايكات يا باشمهندس احنا عايزين نتكلم. اعمل ميوت لكل يا باشمهندس. اعمل كله سمعت. اعمل كله
طيب دكتور، هو مفيش صوت، عامل ميوت تقريبا هنا. هو في حاجه حصل صوت؟ هو تقريبا بدل يعني بقى الميوت عنده، هو عامل ميوت. يا جماعة حد عمل كده ولا هو بس؟ عشان لو حد عمل كده يبقى حوار زي بتاع الكيمياء برضو. كده ما ينفع جدا، والله ما ينفع. والله مش مهندس كبير يا جماعه، هو احنا اطفال يعني؟ كل شويه حد يروح يعمل ميوت للدكتور. كل يوم اليوم طويل وهسه جماعه، هم فور بيرسنت بس، ما حدش يقدر يعمل ميوت لكل غيرهم. ففي حد من ال... من الثلاثه هو عمل ميوت ليه؟ هم لو فتحتوا ال... مش فاهم انا بالظبط يعني ايه لعب العيال ده. هم ثلاثه باذن الله يقدروا يتحكموا في بقيه المايكات، منهم اربعه هو واحد منهم، فما حدش. ما هو كله هيتاذي كده. في حد واحد ريوس قوي يا جماعه، اصلا مش حلاوه يا جماعه. طيب مثلا كده جامد يا جماعه، مين الراجل يا جماعه؟ بعد اذنكم بعد اذنكم، بس في واحد قال لنا الظهر كده ان في شخص عارف انه بيعمل كده. مين بقى هو ده؟ ما هو اكيد صاحبه، مش هيقول عليه، ما حدش يفتن عليه يعني. احنا بقى اللي كده اسمع، ممكن صاحبي يخليه يقول له عندي، يخلي عندك دم ويفتح القفل، القفل بتاعه ممكن كده صح. طب هو لو عمل مثل الدكتور، الدكتور يقف يرجع يا جماعه. لا لا ما هو القفشه. هو المشكله بقى لو المعيد، لو المعيد بيتكلم وفاكر نص اللي احنا سامعينه. خلاص هو فتح كده خلاص يا باشمهندس، ما حدش يلعب يا باشمهندس، الموضوع مش اطفال يعني، مش عايزين شغل اطفال، مش عايز شغل اطفال يا باشمهندس. خلاص دلوقتي انا هبدا اشتغل، خلاص الناس كلها سامعاني صح؟ معاك يا باشمهندس. خلاص مش عايز بقى حد يا باشمهندسين اكبروا، خلاص انتوا مهندسين، كلها خمس سنين وانتوا مهندسين، في منكم ممكن ربنا يكرمه والدنيا هتبقى معاه افضل وافضل كمان. فخلاص مش عايز بقى شغل الاطفال ده، خلينا ناخد السكشن بتاعنا اللي احنا بقالنا اهو تلت ساعه عايزين نبتدي. خلاص انا هتكلم، هسال في النص او هقول الناس ترد عليا، طول ما انا بتكلم شغال مش عايز صوت. دلوقتي يا باشمهندسين الناس شايفه البرزنتيشن؟ ايوه شايفين ولا مش شايفين؟ ايوه دكتور شايفين، سامعين. ايوه دكتور شايفين. خلاص تمام، نبدا يا باشمهندس بالكوزاين لو والساين لو. اهو الكوزاين لو والساين لو يا باشمهندس، ان انا زي ما انت شايف كده عندي ثلاث اضلاع A و B و C، ممكن يبقوا ثلاثه فورسز يعني، ممكن تبقى F1 و F2 و F3. لو انا عايز اجيب الماجنتيود بتاع واحده منهم وليكن C، هيبقى C عباره عن سكوير روت لل A سكوير بلس ال B سكوير ماينس 2 في ال A في ال B في كوزين الانجل اللي قصادها اللي انت زي ما انت شايفها كده في كوزين ال C. تمام، ساين لو A على ساين A بتساوي B على ساين B بتساوي C على ساين C.
يعني كل طلع على ساين الانجل اللي قصاده زي ما انت شايف، يعني الايه طول الضلع ايه على ساين الايه، وبي على ساين البي، وسي على ساين السي، حتى لو كانوا فورسز يعني ممكن تبقى اطوال اضلاع وممكن تبقى فورسز. تمام، حد عنده مشكله في السايد دي؟ لا يا دكتور. لا. ممكن سؤال بس ايه هو كوزين لو هو قانون ريزلتنت فورس؟ لا مش هو القانون في دلتا اللي انتوا خدتوه كان بالانجل اللي في النص بين الفورسز. لا دي هنكمل مثلث، انسى اللي انت خدته في الثانويه العامه عشان ايه قانون الريزلتنت ده حاجه ايه انا ممكن استخدم. لا ما تستخدمش اللي انت خدته في الثانويه العامه. لا ممكن استخدم. لا لا ما تستخدمش اللي انت خدته في الثانويه العامه، خليك انت معلومات اللي انت خدتها في الثانويه العامه استفاد بيها، ما فيهاش حاجه، بس خليك كانك بتاخد الكورس من الصفر بالافضل عشان ما تلخبطش نفسك، كانك بتعرف لسه معلومه من الصفر. تمام ايوه. هو انا بس ممكن الحته اللي فاتت دي بسرعه بس ثاني. ماشي، ادي عندي اهي، ادي الاي وادي البي وادي السي، اطوال اضلاع او فورسز براحتك. دلوقتي انا عايز اجيب طول ضلع سي، او طبعا هنا في الجزء بتاعنا هيبقى فورس، يعني الفاليو بتاع الفورس بتاعت سي الماجنتيود هتبقى عباره عن سكوير روت لاي سكوير، يعني ايه مربع ايه ومربع بي بلس بي سكوير ماينس 2 اي في بي في كوزين الانجل اللي ما بينهم اللي هي السي سمول اللي انت شايفها دي. تمام، طب لو عايز اجيب الايه نفس النظام هتبقى سي سكوير بلس بي سكوير ماينس 2 سي في بي في كوزين الانجل اللي ما بينهم ايه. طيب انا عايز اجيب بقى مش عايز اجيب زاويه، عايز اجيب زاويه يعني مش عايز اجيب الماجنتيود بتاع الفورس، عايز اجيب الانجل يعني، فبستخدم ساين لو اللي هو كل فورس على ساين الزاويه اللي قصادها، فايه على ساين ايه سمول، بي على ساين بي سمول، سي على ساين سي سمول. خلاص فهمت؟ اه يعني السي دي ايه بي سي دي اضلاع او قوى اضلاع رموز يعني عشان نبقى حافظين القانون برموز يعني ايه طيب. اضلاع بالظبط. هنجيب المثلث منين؟ هنطبق حاجه اسمها البارالوجرام زي ما انت شايف كده. الاف ار كفيكتور بتساوي اف 1 فيكتور بلس اف 2 فيكتور. فانا لو عندي زي ما انت شايف في الرسمه الاولانيه ادي الاف 1 وادي الاف 2 وانا عايز اجيب الاف ار، هعمل ايه؟ هكمل البارالوجرام، هكمل متوازي الاضلاع، يعني هنزل من اف 2 لموازي عند نهايه اف 1 وانزل من ب اف 1 موازي كاني كملت متوازي الاضلاع زي ما انت شايف كده. هعمل القطر اللي فيه او الدياجونال اللي فيه ده هو ده الاف ار. تمام، بقى عندي اثنين تراينجل زي ما انت شايفهم، تراينجل اللي فوق وتراينجل اللي تحت، اشتغل على اي واحد فيهم، اشتغل على اي واحد فيهم براحتك، يعني اللي عايز يشتغل على الترانجل اللي فوق يشتغل، اللي عايز يشتغل على الترانجل اللي تحت يشتغل، المثلث اللي فوق او المثلث تحت. هو مثلا هنا اشتغل على المثلث اللي فوق اف 1 واف 2 وادي الضلع الثالث اف ار. عشان تقول ان اف ار بتساوي اف 1 زائد اف 2 لازم تحس ان الاف 1 والاف 2 ماشيين في نفس الدايركشن بتاع الروتيشن، يعني كان اف 1 واف 2 بيعملوا روتيت بيدوروا حوالين ايه؟ كلوك وايز زي ما انت شايف كده، يعني اف 1 واف 2 كانهم بيعملوا روتيشن كلوك وايز، يبقى المحصله بتاعتهم هي الاف ار. ايوه، هو مش المفروض يبقى الاف ار ايكوال سكوير روت اف 1 بلس اف 2؟ لا دي كفيكتور، احنا بنتكلم دلوقتي كفيكتور كفاليو احنا من كفاليو احنا هنجيبها من زي ما انت شفت في الكوزين لو والساين لو او زي ما هنشوف دلوقتي في الريزوليوشن، لكن كفيكتور يعني سيبك من المفروض هنا في اسهم فيكتور تحت يعني. تمام، بس هو شالها يعني ماجنتيود دكتور. ايوه احنا بنجيبها كفيكتور بعد كده بنجيبها كماجنتيود، احنا بنجيبها كفيكتور او بنجيبها بعد كده كماجنتيود. ايوه ايه الطريقه اللي انا قلت على سكوير روت اللي هي الاف ار ايكوال سكوير روت اف 1 بلس اف 2 دي تبقى ايه فيكتور؟ لا دي لو عايز تطبق الكوزين لو، انت لو عايز تطبق الكوزين لو فهتقول اف ار هي سكوير روت اف 1 سكوير بلس اف 2 سكوير ماينس 2 اف 1 في اف 2 في كوزين الانجل اللي ما بينهم. لكن اف ار كماجنتيود ممكن تعملها لو معاك الكومبوننت بتاع كل فيكتور زي ما هنشوف دلوقتي في المساله، لو معاك كومبوننت الاكس والواي بتاخدها سكوير روت اف اكس سكوير زائد اف واي سكوير، لكن مش اف 1 سكوير زائد اف 2 سكوير. تمام تمام،
حد عنده سؤال؟ هي ديت علاقة شال صح؟ ايه؟ هي ديت علاقة شال صح؟ لا من غير مسميات يعني مش هنركز في مسميات دلوقتي لو في حاجة اقول لك عليها المسمى بتاعها تمام؟ تمام اوكي ماشي دلوقتي بقى في سؤال تاني؟ خلاص ايوه حد عنده سؤال؟ طيب نكمل دكتور اف ايوه دكتور ممكن تعيد من اول عشان النت قطع عندي هتلاقيها متسجله طب تمام متسجله عشان تقريبا انتوا عشان الوقت بس احنا بقالنا كتير فالوقت مثلا ما يسرقناش ولو كده هتلاقيها في المسائل يعني هتلاقينا في المسائل احنا لسه بنقول بس حاجات بسيطه لسه هتلاقي كل اللي احنا بنقوله لسه هنحله في المسائل دلوقتي انا عندي دلوقتي يا باشمهندسين طيب الطريقة التانية دي طريقة باستخدام الكوزاين لو والساين لو طب واحد مش عايز يستخدم الكوزاين لو والساين لو هو دي الطريقة الأسهل يعني ان احنا ما استخدمش الكوزاين لو والساين لو نعمل ايه نعمل تحليل للفورسز في دايركشن الاكس ودايركشن الوار فانا عندي الفورس ادي اف اهي لو عايز احللها هيبقى مثلا عندي انجل من دول لو انجل دي مثلا انا عارفها سيتا فهتبقى اف اكس باف كوزاين سيتا واف واي باف ساين سيتا يبقى انا قدرت اقول ان الاف واحد دي عباره عن اف اكس اي زائد اف واي جي ايه هو الاي والجي الاي ده يونت فيكتور في اتجاه الاكس والجي ده يونت فيكتور في اتجاه الواي بس هتحط عليهم سهم صح ايه ما تحط عليهم سهم تمام هو في الكتاب بس هتلاقيهم في كتاب هيبلر هتلاقيهم مش محطوط عليهم سهم عشان كده مش حاطط عليهم سهم لكن انت لو عايز تحط عليهم سهم مثلث كده هو ده مثلث اليونت فيكتور تمام ما فيهاش مشكله في الكتاب بتاع هيبلر عشان اللي هيقرا منه مش هيلاقي محطوط عليه سهم ده صح وده صح تمام ممكن اطلبك طلب صح كده مش مهندس ايوه طلب بس اتكلم بالراحه معلش وابعد عن المايك شويه حته صغيره معلش انا معلي المايك اهو لا بريك بعد عندنا شويه واحده واحده احنا لسه بنقول في القوانين يعني قوانين بسيطه تمام هتلاقيها مروحه معايا خلاص فانا عندي الاف 1 اهو كفيكتور عايز اجيبها كفيكتور بحللها في اتجاهين الاكس والواي فلو معايا انجل زي دي انجل سيتا فتبقى اف 1 كوزاين سيتا بتساوي اف 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 بتساوي اف اكس اللي هي اف 1 كوزين سيتا واف واي بتساوي اف 1 ساين سيتا وبالتالي يبقى انا قدرت اجيب الاف كفيكتور طيب لو عندي ثلاثه فورسز زي ما انت شايفهم كده اف 1 واف 2 واف 3 هعمل ايه هحلل كل واحده منهم هحلل كل واحده منهم في الاكس والواي فهتلاقي ان الاف 1 بتساوي اف 1 اكس اي زائد اف 1 واي جي وهتلاقي الاف 2 اف 2 اكس اي واف 2 واي جي وهتلاقي الاف 3 اف 3 اكس اي ماينس اف 3 واي جي وبالتالي يبقى انا عندي زي ما انت شايفهم كده الثلاثه فورسز معايا شايفهم جبتهم الثلاثه كفيكتور خلاص بعد ما جبتهم الثلاثه كفيكتور هعمل ايه هعمل سميشن للفورسز اللي في الاكس واعمل سميشن للفورسز معلش هي اف 3 هي اف 3 اللي اف 3 اكس اي ماينس ماينس اف 3 واي جي ليه من في الاكس اي ونيجاتيف 3 لان اف 3 دي في الربع الرابع شايفاها تحت الربع الثاني هيبقى ليها الكومبوننت اللي بتاعت اللي بص والكومبوننت اللي في الواي نيجاتيف اوكي تمام تمام ماشي دكتور انا كنت اعتمد على الرزولوشن مش على الباريلوجرام خالص مفيش في الامتحان بيقول لك حل بطريقه معينه اصلا يعني انت براحتك لا عشان باريلوجرام بستخدمها فلو بقيت انا مفيش مشكله ركز معايا خالص ابعد عنها عادي تمام يعني ايه بقى يعني عشان بنقول لك الطريقتين عشان يبقى لك اسلوب بس ان انت ممكن تحل بدي وممكن تحل بدي لكن انت ممكن تحل كله بال من غير ما نستخدمش الباريلوجرام اصلا تمام يعني ايه باريلوجرام اللي هو الكوزاين لو والساين لو
اللي احنا خدناه اللي احنا قلناهم في الاول ده ممكن ما تحلش بيها وتحل بالطريقه دي. امال دي ايه؟ تمام. الاول سلايد خالص احنا دلوقتي نحل بيها، احنا لسه كل ده بنقول بس قوانين. تمام خلاص دكتور. هو الاي دي ما احنا قلنا الاي ده يونت فيكتور في اتجاه، يعني الاي دي معناها ان كان الاف 1 اكس في اتجاه الاكس، تعبير يعني عن الاتجاه الاكس، والجي دي تعبير عن الواي يعني معناها يونت فيكتور في اتجاه الواي. تمام خلاص زي ما قلنا هنجمع عشان نجيب الار، عايزين احنا نجيب الار، هنجمع الثلاثه مع بعض اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3، فهنجمع الاكسات مع بعض ونجمع الواي مع بعض، فبقت اف 1 اكس ماينس اف 2 اكس بلس اف 3 اكس، وهنا اف 1 واي بلس اف 2 واي ماينس اف 3 واي. يبقى الاف ار اكس هي مجموع الاكسات كلها، مجموع الكومبوننت بتاعت الاكس مع بعضه، والاف ار واي هي مجموع الكومبوننت بتاعت الواي مع بعضها. خلاص. طب انا عايز اجيب الماجنتيود هنا بقى زي ما كان واحد من زمايلكم قال، ان هنا بقى نقول ان الاف ار هي سكوير روت اف ار اكس سكوير زي الاف ار واي سكوير، بس مش اف 1 واف 2، يعني احنا نقول الاف ار سكوير روت الاف ار اكس سكوير بلس الاف ار واي سكوير. طب انا عايز اجيب الدايركشن او الثيتا زي ما انت شايف على الرسم، هتبقى الاف ار بتاعتك اهي وادي الاف ار اكس والاف ار واي، كانك عندك مثلث رايت انجل ترانجل، مثلث قائم الزاويه، عايز تجيب الزاويه ثيتا فيه، فتان ثيتا يا باشمهندس سينا تبقى عباره عن اف ار واي على اف ار اكس. تمام مفهوم يا باشمهندس سينا؟ تمام. باشمهندس هو انت استخدمت في المركبات استخدمت الرسومات ازاي؟ انا معاك مع حضرتك اهو. تقول ايه؟ هو في الرسمه اللي فاتت بس ارجع تاني، نرجع تاني بس كده الرسمه اللي قبل دي. تمام. احنا بقى ليه بقى خليناها مستطيلات كده؟ ليه خليناهم ايه؟ مستطيلات. انت ليه قفلت الشكل كده؟ لا 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 ده بس طريقه تعبير عن الرسم، لكن انت واحد. هي اف 1 اكس واف 1 واي هو حلل يعني، هو بس عاملها كرسم كده، لكن هو انا في النهايه حللت الواحد اكس. مفيش طريقه تانيه غير دي؟ مفيش طريقه تانيه غير دي؟ يعني ما فيش ثلاثه يعني يا باشمهندس يعني مثلا لازم نحلل ريزولوشن. ما انت ممكن تحلل وممكن تستخدم الباريلوجرام او الخوزايوس. هشتغل بقى ازاي بقى الباريلوجرام بقى في الثلاث قوى دول؟ تشتغل اول اثنين مع بعضهم الاول، تطلع المحصله بتاعتهم وبعد كده تاخد المحصله مع الثالثه. تمام زي الفل. تمام بس هتاخد لك وقت يعني عشان اكون صادق معاك، يعني في ثلاثه يفضل ان تشتغل بالتروسيكوشن. تمام شكرا يا باشمهندس. دكتور بجد هم ازاي عاملين يسالوا في الاسئله دي؟ احنا مش كنا في ثانوي من شهرين؟ خلاص يا باشمهندس كل واحد يسال، الافضل ان انت تسال. معلش يا باشمهندس. ايوه دلوقتي حضرتك في الثيتا اللي احنا بنجيبها حضرتك كاتب تان تزبره في نيجاتيف 1 وعامل ابسوليوت في الكومبوننت في اتجاه الاكس على الواي على الاكس، ليه في ابسوليوت هنا؟ ليه الابسوليوت؟ لان انا هحدد يعني انا دلوقتي يا باشمهندس لو انا حطيتها نيجاتيف ايش عرفني ان دي في الربع، يعني لو سبتها نيجاتيف ايش عرفني ان هي في الربع الاول ولا الربع الثاني ولا الرابع؟ مش الربع الثاني والرابع الثاني بتاعتهم نيجاتيف. تمام بس انا ببقى لما بيبقى معايا الكومبوننت في اتجاه الواي او الاكس ببقى بالفعل عارف الواي هي اللي نيجاتيف ولا الاكس، فبالتالي بقدر ابقى محدد منها. ما ده هو ده الصح، ما هو ده الصح. انا باخد المودولس وابقى عارف هي في انهي ربع وهرسمها، فالزاويه اللي انا بعملها دي بحطها بس على الرسمه، لكن هي في النهايه انا ببقى عارف الانجل دي وببقى عارف ان هي في انهي ربع وخلاص. تمام طيب تعال نشوف. هو كده الثيتا بتاعت الريزلتنت لازم تبقى اكيوت صح؟ لازم تبقى ايه؟ اكيوت. يعني ايه اكيوت؟ زاويه حاده اكيوت انجل. ما هو انت في النهايه بتقول بتحدد الربع اللي فيه، مش شرط تبقى اكيوت، لا انت بتحدد الربع اللي هي فيه، يعني انت ما هو لو طلعت في السكند كواد او السيرد كواد هتبقى، بس انا بحسب الثيتا وبعد ما احدد الربع بجيب الانجل النهائي. تمام اوكي، يعني بشوف على حسب الكوردينيت يعني الاف ار اكس والاف ار واي والاف ار واي بالظبط. وهنشوف دلوقتي في المسائل
هتلاقي بعض الانجلز ممكن تطلع معانا معاك اكبر من 90 او اكبر حتى من 180 هنشوفها دلوقتي. تمام طيب. طب لو سمحت معلش باشمهندس ايوه ليه الابسولوت فاليو؟ ليه الابسولوت فاليو؟ انا بعمل ابسولوت عشان ما لخبطش نفسي يعني عشان ما الناس ما تتلخبطش فانا بعملها كابسولوت فاليو بجيب الانجل وبعد كده بحدد هي في انهي ربع في انهي كوارت الفيرست ولا السكند ولا الثيرد وبعد كده اقدر احدد الدايركشن. تمام تمام نبدا اول مساله بقى باشمهندسين وهيبان فيها ان هنستخدم فيها الكوزاين لو والساين لو. هو بيقول لي determine the magnitude of the resultant force acting on the screw eye. عندك هنا مسمار او اي حاجة تأثرت عليها بتو فورسز الاولانية 2 كيلو نيوتن وعامل انجل 45 ديجري مع الاكس والتانية 6 كيلو نيوتن وعامل 60 درجة مع الواي. خلاص دلوقتي يا باشمهندسين انا عايز اعمل ايه؟ عايز اكمل البارالوجرام بتاعي. فكل اللي انا هعمله ان انا هرسم بارالل هنا وارسم بارالل هنا واعمل ايه واكمل البارالوجرام بتاعي. تعال نشوف يا باشمهندس في حاجه اهو كملت البارالوجرام بتاعي يا باشمهندس عشان اقدر اشتغل او متوازي الاضلاع عشان اقدر اشتغل على مثلث من الاثنين واطبق الكوزاين لو واطبق الساين لو. خلاص فانا عندي الانجل دي 45 ديجري والانجل دي 60 ديجري. تمام لو انت فاكر في البارالوجرام لو فاكرين يا باشمهندسين اللي كل زاويتين قصاد بعض مجموعهم كام؟ حد يقدر يقول لي بكام؟ 180 درجه. 180 درجه. 180 برافو. فانا عندي 45 و60 دي 105 يبقى الزاويه اللي في النص دي 75 يبقى الزاويه اللي قصادها اللي هي في التريانجل دي كام؟ 105. تاني ادي انا عندي الانجل دي 45 45 والانجل دي 60 ديجري 60 درجه يبقى الانجل اللي بتوين الحبلين 75 75 يبقى الانجل اللي قصادها اللي هي في التريانجل اللي انا عايزها كام؟ 105 صح؟ طب لو سمحت يا باشمهندس ايه؟ لو سمحت ايوه فضل. هو انا ممكن اخد الزاويه اللي بينهم اللي بين التو فورسز عادي واعمل عليها قانون الكوزاين بس اخليها موجب بدل سالب؟ لا ما انا عارف ان انتوا خدتوا القانون ده في الثانويه العامه بس زي ما قلت لك انسى اللي انت خدته بس في الثانويه العامه وركز على الكورس. احنا ما خدناش القانون اللي هو فيه بالبوست في الكورس. تمام عشان ما تلخبطش نفسك. باشمهندس انا هقول حاجه اسهل من كده. مش انا عندي every two opposite angles are equal كل زاويتين متقابلتين متساويتين. ماشي المهم هتطلعها في الاخر 105. تمام ما انا ممكن اعملها كده افضل بدل ما ابدا اعمل ده كله. ماشي ان في النهايه هتطلعها 105 باي طريقه. لو انت عايز تطلعها طلعها 105 باي طريقه. لو انا جبتها مثلا 105 فانا كده هقسم برضو على الاثنين على الاثنين كومبوننت دول صح؟ يعني في الزاويتين اللي شبهت دول. لا 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 انا دلوقتي خلاص عندي تريانجل اف 1 ب 2 كيلو نيوتن واف 2 ب 6 كيلو نيوتن والريزلتنت هو الخط الاسود اللي انت شايفه في النص ده. يبقى انا كده يا باشمهندس هو ده اللي انا هجيبه عن طريق الزاويه 105. تمام ماشي. خلاص دكتور حضرتك جبت ال 105 منين اصلا؟ ايه؟ تقريبا جبت منين ايه؟ حضرتك جبت ال 105 منين اصلا؟ ماشي ما ده اللي احنا لسه كنا قايلينه. انا عندي الانجل دي 45 وعندي الانجل دي 60 ديجري يبقى دول كام؟ 105. يبقى الانجل دي كام كلها؟ ها يا باشمهندس 75. اي تو انجلز قصاد بعض في البارالوجرام بيبقوا كام؟ بيبقوا 180. يبقى الانجل الباقي دي كام؟ 105. مش كل الاثنين قدام بعض ايكوالز ولا 180 اللي عشان جت لبعض؟ كل الاثنين قدام بعض كل الاثنين متتاليين يعني. اه يا باشمهندسين مش مقتنعين باللي انا قلته. طيب خلاص اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ هروح اعمل خط في النص كده في نص ال 105 دي
خط اللي في النص مش الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالتبادل، يعني دي تبقى 45 ودي 45، وبدل الضلع ده بيوازي الضلع ده والانجل دي 60، يبقى الضلع ده عامل مع الهوريزونتال كام برضو او مع الافقي 60. اجمع 60 زائد 45 هتطلع كام؟ 105. 105 تمام. يعني انت مش مقتنع باللي انا قلته الاول، ممكن تقسمها نصين، شد خط في النص افق كده ويبقى ده هتساوي دي بالتبادل والتانية دي 60، يبقى 60 زائد 45 105. الناس فهمت 105 ليه؟ ايوه دكتور حضرتك. ايوه دكتور تمام. طيب خلاص بقى انا في وانا ممكن احلم السؤال انا مش فاهماها، يعني ايه الدايركشن كلوك وايز فروم اكس اكسس؟ ده اللي هنقوله دلوقتي، هنقول الدايركشن كلوك وايز فروم اكس اكسس ايه. تمام ممكن احلم بعد التحليل. هو فين السؤال اصلا؟ فين السؤال؟ ماشي السؤال مش موجود. السؤال اهو السلايد اللي قبلها. Determine the resultant والدايركشن ميجر دي كلوك وايز فروم بوز اكس اكس. احنا لسه بس الاول بنجيب الماجنتيود، واقول لكم دلوقتي يعني ايه دايركشن ميجر دي كلوك وايز فروم بوز اكس اكس، بس نخلص الاول الماجنتيود. تمام دكتور ممكن احلها بالتحليل؟ ممكن تحلها بالتحليل صح، اللي عايز يحلها بالتحليل ممكن يحلها بالتحليل، بس انا بقول لك الطريقه عشان هي بطريقه عليك بس دلوقتي نفس الاجابه. التحليل ده كله بالتحليل resolution ده هو التحليل. تمام خلاص انا عندي 6 دي 2 وده 6 وبينهم انجل 105. خلاص هطبق كوزاين لو، يبقى سكوير روت 2 سكوير زائد 6 سكوير ماينس 2 في 6 في كوزاين الانجل اللي بينهم اللي هي 105، هتطلع 6.798 كيلو نيوتن زي ما انت شايف كده 6.8. طيب السؤال اللي مش مهندس قالته اللي هو يعني ايه الدايركشن ميجر دي كلوك وايز فروم بوزيتيف اكس. انا عندي الاف ار اللاين اللي انت شايفه ده اللي انا بشاور عليه. تمام معنى الدايركشن ميجر دي كلوك وايز فروم بوزيتيف اكس اكسس ان انا هبدا اتحرك من الاكس، هبدا من الاكس وهتحرك كلوك وايز مع عقارب الساعه لحد ما اوصل للاف ار. الزاوية اللي انا اتحركتها دي هي دي الدايركشن. تاني انا عندي هو الخط الاسود يعني ده. مش مثلث كاني بعمل روتيشن من الاكس لحد ما اوصل للاف ار، الزاوية اللي ما بين الاكس والاف ار يعني ايه روتيشن؟ لا لا انا بتكلم يا دكتور على المجنتيد من الاول اللي هو القانون الاف ار دوران. قفلت مثلث صح؟ دوران تمام. في الاول قفلت مثلث اه تمام. تمام خلاص. فانا كانت بتحلها بالريزوليوشن لو سمحت. ايه الريزوليوشن في مساله ثانيه؟ هنحلها بالريزوليوشن. هنحلها في مسائل ثانيه، كل المسائل اللي جايه كلها ريزوليوشن، بس انا بس ببتدي لكم الطريقه عشان تبقوا انتوا بس فاهمينها يعني. تمام مش عايزين الفريق الاولانيه ما تحلوش، مش هيفرض عليك في الامتحان ان تحل بطريقه معينه، بس هي جزء من المناهج فلازم تبقى عارف. بس طب دكتور معلش انا بس متوازي في الاول صح؟ ايه دكتور معلش انا متوازي في الاول صح؟ مش الانجل انا متوازي في الاول. طيب السؤال اللي عنده سؤال اللي بيقول عنده سؤال. ايوه دكتور معلش هو مش المفروض الانجل اللي بتنين تو فورس هتبقى 75؟ ليه حضرتك كاتب 105؟ الانجل اللي بتوين تو فورسز في الاول، لكن انا لازم اكمل ترانجل عشان اطبق الكوزاين لو. فانت عملت بكمل عملت متوسط اطلع عملت بريلو جرام رحت ناقل ديت الفورس ديت ناقلها هنا وجبت الزاويه بقى بين الاثنين الودات. معلش هو حضرتك الفرصه الفرصه نقلتها فين؟ نقلتها كان عملت بريلو جرام، كان نقلت الفورس بنفس قيمتها بضلع موازي ليها. اه تمام معلش يا دكتور هو احنا بناخد طب ثانيه واحده طب ثانيه اللي بيتكلم بس يا باشوانسين لما حد يسال سيبوه يخلص سؤاله وبعدين انت يسال. تمام كمل يا باشوانسين. يعني انا مثلا مثلا انا هشتغل يعني اسمه ده بطاريات البرير الرام، يعني انا انقل الفرصه الثانيه يعني ف انا الفرصه الثانيه وكده اخد الانجل ما بينهم ده دايما كده يعني؟ اه دايما. تمام ماشي شكرا يا دكتور. العفو دكتور معلش احنا بنقول ما بينهم لما يبقوا خارجين من نقطه واحده ولا لما يبقوا في اتجاه دوري واحد؟ لما يبقوا في اتجاه دوري واحد مش لما يبقوا خارجين من نقطه واحده.
تمام دكتور معلش. طب هو ليه كويس دكتور ازاي ستة كي اللي قدامها السيتا ازاي ايه الستة كيلو قدام على الفاي قدام على الفاي الستة كيلو قدام على الفاي دكتور ممكن معلش المثال ده تاني عشان ما كنتش موجود لسه كنت داخل وقت النت كان منفصل لان في الزاويه دي مش مظبطه معايا الزاويه 105 دي خالص الزاويه ايه 105 عشان احنا قلنا مش وانسين عشان احنا قلنا اي زاويتين قصاد بعض في متوازي الاضلاع بيبقوا 180 درجه الزاويه اللي بين الحبلين 75 يبقى الزاويه اللي قصادها كام 105 بس خلاص دكتور هو مش دكتور ايه مش ينفع بدل ده كله نستخدم القانون بتاع الثانوي اللي هو تان ثيتا يساوي القوة الاولى ساين قلنا انسى ثانوي وركز في اللي احنا في اللي احنا خدناه هو ده الكورس بتاعك لها طريقه ثانيه يا دكتور كانت لا لها طريقه ثانيه انا اصلا مش الطريقه دي مش مجمع معايا ففي لها طريقه ثانيه يعني ريزوليوشن بالتحليل هنشوفها دلوقتي ريزوليوشن بتاع الفرصه دكتور معلش ممكن حضرتك تعملها ريزوليوشن عشان انا عملت لها ريزوليوشن ما طلعتش نفس الاجابه طب هتاخد مننا وقت لكن هنشوف مسائل تانية القانون القديم ده اللي هو تاني الزاويه زاويه انسى القانون القديم انسى القانون القديم ركز بس في الجديد خلاص يا باشمهندس طب هو ليه كله كويس اكشن عشان نشوف احنا قلنا معنى كلمه روتيت كله كويس معنى كلمه روتيت خلينا بس اكمل الحته دي وبعدين اقول لكم الاسئله معنى كلمه روتيت كله كويس ان انا همشي من الاكس لحد ما اوصل للاف ار مع عقارب الساعه يعني مشيت من الاكس لحد ما وصلت للاف ار مع عقارب الساعه فبقت 45 بلس 5 يعني الانجل اللي هو عايزها اللي هي الدايركشن هي عباره عن 45 بلس 5 طيب الفاي ده هجيبه منين؟ هجيبه من ساين لو مش احنا قلنا في ساين لو ان كل ضلع على ساين الزاويه اللي قصاده فانا دلوقتي يا باشمهندس او ساين كل زاويه على الضلع اللي قصاده فانا شايف ساين 105 على الاف ار الاف ار كان بكام؟ ب 6.798 الفورس الثانيه دي هي الستة على ساين كام؟ على ساين 5 عشان اجيب الفاي هتطلع الفاي ب 58.49 السيتا بقى كلها اللي هي الدايركشن اللي هو عايزه اللي احنا قلنا بمشي من الاكس لحد ما اوصل للاف ار مع عقارب الساعه عشان هو عايز الدايركشن كله كويس فبقت 45 بلس 5 هنحط الفاي ب 58.49 هتطلع تقريبا 103 طب باشمهندس انا عرفت منين ان هو كله كويس هو اللي قال هو اللي طالبها في المساله تمام هو احنا كده بنجيب ايه دكتور وحوار كله كويس ده يفرق يا باشمهندسين معلش حته الاسئله بتاعت احنا بنجيب ايه والاسئله اللي احنا يعني لو كل واحد سال سؤال زي ده احنا مش هنخلص تمام ف واحده واحده كده عشان كده مش عارفين نتكلموا في ايه بس انا هخلص المساله بعد ما اخلص المساله هنخلي الناس تسأل عشان ممكن وانت وانا بخلص المسألة ممكن انا هقول حاجة وانت مستعجل عليه فانا لما اخلص السؤال يا باشمهندسين الناس تسأل براحتها يا باشمهندس اعمل ميوت اول وبعد ما تخلص السؤال اللي عايز يسأل يعمل ريز هاند وحضرتك تقول له تمام لكن كده مش هنخلص خلينا بقى يا باشمهندسين دلوقتي هنحل السؤال التاني ده هنحله بايه باستخدام الريزوليوشن وهتلاقي الطريقه دي اسهل من الطريقه اللي فاتت على طول هو هنا بيقول لي ايه برضو determine the magnitude of the resultant force الدايركشن بقى measured counter clockwise يعني ايه counter clockwise يعني انا ماشي من الاكس وهوصل للاف ار بس همشي عكس عقارب الساعه
هعمل لحد ما اوصل اف ار واحسب الانجل بقى ساعتها، يعني كاني متحرك من الاكس لحد ما اوصل للاف ار عكس عقارب الساعه واشوف الايه الانجل ساعتها. هنشوف دلوقتي هنحسبها ازاي. ففي البدايه الريزوليوشن ان انا هجيب كل فورس كفيكتور، ال 800 نيوتن دي هتبقى 800 جي. طيب ال 600 نيوتن 600 نيوتن دي حللها في الاكس والواي، فهتبقى 600 كوزاين 30 في الاكس ماينس 600 ساين 30 في الايه في الجي اهو. الاف واحد قلنا 800 جي لان هي زي ما انت شايف كده اهو في اتجاه الجي. الاف 2 600 كوزاين 30 اي ماينس 600 ساين 30 في الايه في الجي. هعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ انا عايز اجيب الاف ار كماجنيتيود. قلنا الاف ار كماجنيتيود ان انا اجمع الاف 1 بلس الاف 2، جمعت الاف 1 وجمعت الاف 2 عشان اجيب الاف ار فيكتور، هتطلع في 519.615 اي بلس 500 جي اللي هي 800 زائد 600 كوزين 30 ده هو 800 جي ماينس 600 ساين 30 هتطلع هي 500. وطبعا ال 600 كوزين 30 اي دي لوحدها، يعني بنجمع الجي مع الجي ومنسيب الاي لوحدها عشان ما فيش اي تانية في الناحية التانية، جمع عادي يا فيكتور يعني، فتطلع 519.615 ده هو الاف ار اكس، وال 500 ده او 500 دي هي الاف ار واي. عايز اجيب الماجنتيود اف ار هيبقى سكوير روت لاف ار اكس سكوير بلس اف ار واي سكوير، هتطلع 721.11. طيب انا عايز اجيب الدايركشن، خلاص الدايركشن ده بوستيف وده بوستيف، يعني الاكس بوستيف والواي بوستيف، فده على طول ربع رابع ربع اول قصدي، بدل من الاكس بوستيف والواي بوستيف ده ربع اول على طول. فالانجل دي 43.9. طب يعني ايه مش مهندسين الاف ار السيتا 43.9 اهو؟ يعني يا باشمهندس كان انا دلوقتي ماشي في الربع الاول، فانا من الاكس عشان اوصل للانجل اللي في الربع الاول لازم ايه امشي كونتر كلوك وايز، فعشان كده قلت على طول السيتا بكام؟ ب 43.9. لا معلش يا دكتور عيد الحته دي تاني. تمام انا دلوقتي يا باشمهندس ثانيه واحده هرسمها لك اهي. اهو ثانيه اهو الاف ار فين؟ في الربع الاول. في الربع الاول اهو كانه هنا اهو، ده الاف ار بتاعك شايفه؟ هو تمام شفته. خلاص طب انا عايز امشي من الاكس للاف ار، هتحرك ازاي؟ هتحرك كلوك وايز ولا هتحرك كونتر كلوك وايز؟ لا كونتر كلوك وايز. خلاص يبقى هي الانجل اللي انا جبتها على طول، ما هو السيتا فين؟ السيتا هنا اهو. فين السيتا؟ ادي السي ثانية واحدة السيتا اهي شايف هي دي السيتا. بس في ديلي يعني. خلاص هي دي السيتا اللي انا رسمها دي شفتها؟ اللي هي من اول الـ الـ السهم اللي تحت ده 600 نيوتن ده ولا من اول الاكس؟ من اول 600 نيوتن من اول الاكس من اول الاكس اكس لحد تمام. من اول الاكس لحد الاف ار ما لهاش علاقه بالتوب يعني بالتوب. هي زاويه ميل المحصله مع الاكس اكسس او مع البوزيتيف اكس ماشي. طب انا ايش عرفني يا دكتور الناس الربع الاولاني؟ ايش عرفني ان هي ايه؟ الربع الاولاني. الربع الاولاني الاولاني اهو لان الاكس بوزيتيف واي بوزيتيف، ما انا لما حسبت الاكس طلعت الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف. طب يا دكتور معلش لما جيت حللت اف 2 اف 2 حللتها 600 كوزين 30
اي وبعد كده حطيت سالب ليه قدام 600 ساين 30 جي احط انا لما اجي احللها هتطلع 600 كوزاين 30 في الاكس وفي الواي مش هتطلع في النيجاتيف ولا هتطلع في البوستر بتاع الواي مش ال 600 دي في الربع الرابع فالربع الرابع يعني ايه ربع رابع يعني الاكس بتاعتها بوستيف والواي بتاعتها ايه والواي نيجاتيف نيجاتيف بس عشان كده الواي بتاعتها طلعت نيجاتيف طب يا دكتور معلش هو لو كان قال لي ميجرد كلوك وايز ده معناها كده كنت هطرح من 360 يعني كنت هطرح الزاويه دي من 360 صح اه بالظبط بالظبط برافو شاطر لو قال انا عايز الدايركشن كلوك وايز يبقى كاني همشي من الاكس اعدي على الربع الرابع الاول وبعد كده اعدي على الربع الثالث وبعد كده اعدي على الربع الثاني وبعد كده اوصل للاف ار فزي ما انت قلت هتبقى 360 ماينس الانجل دي لو قال لي كلوك وايز لكن هو لما قال لي كنت كلوك وايز اتفضل تمام معلش دكتور عندي سؤال في اللي قبليها كان في نيجاتيف فانا عملتها في السيرد كواد ما طلعتش 103 زي ما كنت كاتب عملتها بالريزولوشن بتتكلم على انهي على المساله اللي قبليها لا خلاص يعني لو بلاش تعبرها انا بتكلم لقيت نيجاتيف لو لقيت نيجاتيف عند التاني يعني مثلا لو تاني سيتا كانت نيجاتيف 500 على الرقم اللي تحتيه ده كنت هعمل ايه ساعتها اشيل النيجاتيف اكني مش شايلها واشوف هي في اني كواد ولا ايه صفر ربع صح بشيل النيجاتيف زي ما انت قلت كده بشيل النيجاتيف كاني مش شايفها واشوف الربع فين واحسب الانجل وبشوف انا هشوف همشي ازاي كله كويس ازاي عشان اوصل للانجل ديت واحسبها هنشوفها دلوقتي حته الربع الثالث دي هنشوفها دلوقتي ما تقلقش قبل النيجاتيف 600 سنسر تفرق معايا في ايه ايه دكتور ايوه كلوك وايز وانت كلوك وايز تفرق معايا في ايه تفرق معايا انا هاخد انهي انجل يعني انا مش فاهمش المساله دي لما قال لي كلوك وايز خدت الكونتر كلوك وايز خدت 43.9 ليه لان انا زي ما رسمت لك اهو مشيت من الاكس لحد ما وصلت للاف ار اللي في الربع الاولاني فمشيت كونتر كلوك وايز الزاويه 43.9 طب لو قال لي كلوك وايز همشي ازاي همشي من الاكس مع عقارب الساعه فمش هطلع لفوق انا هنزل لتحت واقعد الف لحد ما اوصل للاف ار فتبقى الانجل دايركشن ساعتها 360 ماينص 43.9 لو قال لي كلوك وايز فهمت يا دكتور شكرا العفو دكتور معلش بس عشان انا في حاجه دلوقتي تاهت مني انا هو دلوقتي السيتا ديت ما بين الاف ار والاف والاكس محور الاكس ايوه السيتا دي ما بين الاف ار والاكس تمام بس شكرا. بشوف الانجل ده يعني بشوف انا طلعت من الانجل ايه الانجل ده تمام بتبقى مع الاكس اكسس الانجل ده الدايركشن دايما بيبقى مع الاكس اكسس بس بتشوف هو بيعمل بيبقى ميجرد ازاي كلوك وايز ولا انت كلوك وايز لكن في جميع الاحوال هي مع الاكس اكس يعني انا لسه هعمل بلس سيرشنج عشان تبقى لا. من الفورس 600 لا 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 دي فورس ماليش علاقه بيها انا بجيب يعني الدايركشن فورس 3 فروم اكس اكسس هو بيقول لي هات الدايركشن فروم اكس اكسس دي فورس ماليش علاقه بيها ال 600 دي ولا 800 انا جبت الريزلتنت اهو اللي انا لسه هعمل اللي انا بشاور عليه ده بشوف الدايركشن بتاعه مع الاكس هو دايما الاكس اكسس بيبقى معلش يا باشمهندس يبقى من السالب كمان دايما الاكس اكسس ايه يعني بنتحرك من عند الموجب ولا ينفع برضو نتحرك من عند السالب عشان نجيب الزاويه لا لا بنتحرك من عند الموجب دايما حتى لو كان الـ FR في أي ربع غير الربع الأول؟ لازم تتحرك من الموجب إلا لو في السؤال قالك غير كده يعني هو دايما حتى بيقولك في السؤال لو from the positive X لو السؤال بقى قالك from the negative X بتحرك بقى من negative مش معنى negative X أبدأ من second quad صح؟ ببدأ بقى من negative X وأشوف بقى الـ FR فين وأحسب الزاوية تمام يعني هو في المسألة اللي هيحدد لك انت بترسم وتحسب زي ما شفنا في المساله الاولانيه والثانيه بعد ما برسم وبحسب بحسب الزاويه بشوف هو هيمشي ازاي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز او كونتر كلوك وايز وبحسب الزاويه تمام خلاص يا باشمهندس تمام تعالى كمل يا دكتور تمام تعالى نشوف مساله ثانيه برضو هنحلها ب استخدام الايه استخدام الريزوليوشن عندي اهو زابليت الزبجكت تو 2
two forces at A و B. زي ما انت شايف البليد دي حطت لها في two forces A و B. عند A 8 كيلو نيوتن وعند B 6 كيلو نيوتن. شايفين التو فورسز دول؟ السيتا مديهالي ب 60 ديجري، السيتا اللي هي اللي فوق دي، والانجل اللي تحت 40 ديجري. عايز الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت اوف ذيس تو فورسز اند اتس دايركشن ميجرد كلوك وايز فروم ذا هوريزونتال. يعني عايز الدايركشن ميجرد بقى المره دي ايه كلوك وايز فروم هوريزونتال اللي هو الاكس بتاعنا، زي ما عملنا المره اللي فاتت. هنبدا كده يا باشمهندس. اف اي 8 كيلو نيوتن عامله انجل سيتا مع الواي، فركز بقى. السيتا اللي هي 60 فهتلاقيها 8 كوزاين 60 في الجي في الواي يعني، و8 ساين 60 في الاي. طيب الستة عامله 40 مع نيجاتيف الواي، ركز مع نيجاتيف الواي في الربع الرابع، يعني الواي بتاعتها نيجاتيف، فهتلاقيها برضو 6 ساين 40 في الاكس، نيجاتيف 6 كوزاين 40 في الايه في الجي. خلاص اهو في الجي هتلاقينا اهو نفس اللي انا قلته لك اهو دلوقتي. اهو الاف ايه 8 ساين 60 في الاي، عشان ال 60 دي عاملاه مع الواي مع البوزيتيف الواي، بلس 8 كوزاين 60 جي. الفورس اللي تحت اللي هي البي 6 ساين 40 عشان عامله 40 مع نيجاتيف الواي، فبقت 6 ساين 40 اي نيجاتيف 6 كوزاين 40 جي. وقلنا ليه بتطلع بالنيجاتيف؟ عشان الاف بي في الفورس كواد في الربع الرابع، والاف اي في الربع الاول، والربع الاول يعني الاكس والواي بتوعها بوزيتيف، الربع الرابع يعني الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف. بس مسألة ثانية بص على حاجة يا باشمهندس اللي خلي السؤال في الآخر، كل اللي انت بتفكر فيه واحنا مشغلين هتلاقيه، لو في حاجة عطلت معاك انا هنشوفها. طيب الـ FR بتساوي FA plus FB، جمعتنا الـ FA زائد الـ FB هيطلعوا لي يا باشمهندس 10.784 minus 0.596. طيب يا باشمهندس انا دلوقتي الـ FR عايز اجيب الماجنتيود، قلنا بناخد الجذر التربيعي للـ FR X سكوير زائد الـ FR Y سكوير. الأسئلة يا باشمهندس اصبر عليها لحد ما نخلص المسألة. فالـ FR X خدناها سكوير بلس الـ FR Y سكوير. طبعا واحد يقول انت نسيت النيجاتيف، هقول له لا ما نسيتهاش، هي كده كده اي حاجه نيجاتيف او بوزيتيف سكوير بتطلع بوزيتيف. فانا ايه عشان ما احطش بس نيجاتيف وانساها سبتها، لو عايز احطها ما فيهاش مشكله، وفي النهايه تطلع نفس الحل يعني كماجنتيود يعني، فيطلع 10.8 كيلو نيوتن. ده جبنا الماجنتيود اللي هو عايزه، عايز الدايركشن. فهنجيب الاول الانجل سيتا. طيب يا باشمهندسين الانجل سيتا قلنا بنشيل بنخليها مودولس، بنشيل النيجاتيف، فخليناها 0.596 و 10.784. ده هيطلع كام يا باشمهندسين؟ الفاليو دي هتطلع 3.16. طب في انهي ربع؟ الرابع. الرابع اهي. ليه الرابع؟ ثانيه واحده المساله اهي، عشان الاي بوزيتيف والجي نيجاتيف. اه والاي بوزيتيف والاكس نيجاتيف اهو. تمام مش هتطلع من بقى 360 ماينس؟ ايه؟ لا ليه؟ لا مش 360 بيقول كلوك وايز. الاف ار اهو يا باشمهندس ركز، انا اهو هرسمها لك اهي اهي. ده الاف ار شايفها؟ السهم الجديد اللي انا حطيته ده الاف ار. تمام؟ شايفينه يا باشمهندسين؟ انا عشان احرك كله كويس في ايه؟ شفتوه؟ عشان اتحرك كله كويس فروم بوزيتيف اكس، عشان اتحرك كله كويس فروم بوزيتيف اكس، ايه اللي هعمله؟ هل هاخد 360 درجه ولا همشي الحته الصغيره دي بس اللي هي الانجل سيتا على طول؟ الانجل سيتا همشي الانجل سيتا على طول. آه.
على طول الانجل اللي طلعت لي اللي هي 3.19% هي على طول هي ده الدايركشن هو ده السيتا اللي احنا عايزينها على طول لان ده ميجر دي كله كويس ونبص اكس على طول فعشان كده او السيتا طلعت 3.16 تمام. طب دكتور اتفضل اسا هو مش المفروض ممكن اشيل الكلوكوايز اللي احنا كاتبينها دي واحط الانجل بالنيجاتيف كده انا بعبر ان هي ماشيه كلوكوايز؟ لا هو عايز الانجل ميجر دي كلوكوايز فروم بوزيتيف اكس فلما هو بيقول لك ميجر دي كلوكوايز فروم بوزيتيف اكس انت ما تحطلوش بقى اشارات انت تقول الانجل اللي هو عايزها لكن لو قال لك احسب لي الدايركشن يعني هو قال لك الدايركشن وسابك ما قالكش لا كلوكوايز ولا بتاع ساعتها بقى تحط النيجاتيف لكن مادام قالك احسب لي الدايركشن ميجر دي كلوكوايز فروم بوزيتيف اكس بتحسب له الزاويه على طول وطلعها. طب دكتور بعد اذنك ممكن سؤال؟ اتفضل. الامتحان ام سي كيو تمام. طيب الامتحان بيبقى ام سي كيو طبعا مش هيجيب لي اجابه من الاجابات الاربعه او الاجابات اللي موجوده يعني بالظبط بالظبط بس طبعا انا بكتب هيعبر لي فاهم يعني اكيد طبعا في الامتحان مش هيبقى فيه اجابتين قريبين من بعض يحتملوا الاجابات هتبقى واضحه يعني او السؤال يعني واضح واضح. انا قصدي يعني في لما اجاوب يعني او لما يجي لي الاجابه هل هتبقى سالب 3.16 دولار ولا هتبقى زي ما هي بالمفهوم. هيقول لك ايه ما ممكن يقول لك الامتحان دايركشن هات لي الدايركشن وخلاص لكن لو قال لك دايركشن ميجر دي كلوكوايز فروم بوزيتيف اكس يا مش وانس اللي بيتكلم دايركشن ميجر دي كلوكوايز فروم بوزيتيف اكس ساعتها لا تحسب له الانجل على طول بالبوست مش هيطلع لك بالنيجاتيف. تمام شكرا لحضرتك. تمام خلاص مهندس 357 ايه هو انا ممكن اقول ان الانجل 357 لو قال لي كونتر كلوك وايز. تمام لو قال لي كونتر كلوك وايز. في سؤال تاني؟ يعني ايه كلوك وايز ويعني ايه كونتر كلوك وايز؟ اقولها تاني مش فاهمش ركز معايا. انا عندي ادي الاكس وادي الاف ار شايفهم شايف انا بشاور على ايه؟ لا استنى انا فاهمك استنى بس يعني مع اقول بس معناهم بالعربي وانا هفهم ماشي عايزهم بالعربي تمام ماشي خلاص انا همشي مع عقارب الساعه هو ده اللي كلو كويس كونتر كلو كويس عكس عقارب الساعه بس خلاص تمام تمام انا عارف ان الموضوع ممكن يبقى صعب عليكم شويه في الاول بس هتلاقي نفسك فاهم المصطلحات دي بسيطه يعني الماده مش انجليش بس المصطلحات اللي فيها بسيطه ما تقلقش يعني. طيب تعال ناخد ايه او كونتر كلوك وايز هتبقى السيتا بنيجاتيف 3.16 اللي هي لو هنخليها يعني لو هنخليها كبوزيتيف على طول هتبقى 360 ماينس 3.16 بالظبط تمام دي لو كلوك وايز صح ايه دي لو كلوك وايز دي لو كونتر كلوك وايز لو كلوك وايز 3.16 على طول تمام ماشي شكرا تمام طيب المسالتين اللي فاتوا والمسألة اللي فاتت كانت 2 فورسز تعال نشوف بقى لما يبقى معانا 3 فورسز زي مساله رقم 23 زي ما انت شايفها كده بيقول لي F theta equal 30 degree و F2 equal 6 كيلو نيوتن determines the magnitude of the resultant force ما حدش يتكلم بقى determines the magnitude of the resultant force acting on the plate and its direction measured برضو clockwise from positive x تمام؟ أنا عندي يا باشمهندسين 3 فورس زي ما انت شايفه والثيتا دي ب 30 درجة اللي هو على الرسم والF2 ب 6 كيلو نيوتن تمام؟ أسأل سؤال بقى بس هسأل حد معين ولا وأسألكم كلكم بقى عموما هسأل يحيى هسأل حد معين عشان ما يبقاش ده هسأل يحيى محمود عبد الستار
يبقى مش معايا يحيى مش موجود. انا هي يحيى بالظبط يا دكتور. يحيى محمود عبد الستار. لا تمام مش انا. تمام. طيب هسأل زياد، زياد طارق سعد ابراهيم اللي هو رفع ايده. انا رفعت ايدي بس ماشي يعني. ماشي مع موضوع بسيط يعني. احنا لسه في الاول. ماشي. الرسمة قدامك صح؟ اه قدامي. اه. تقدر تقول لي الاف 2 الاف 2 الكومبوننت بتاعتها في الاكس والواي؟ بس هو هنا الثيتا مش موجودة. لا هي في 30 خلاص شفتها. انا 30 تمام. انا كنت بص على الرسمة بس ما شفتش الكلام. تمام لا تمام. في الاكس على الاكس اكسس هتبقى اف 2 كوزاين 30 وعلى الواي اكسس اف 2 ساين 30. بس بالايه بقى؟ نيجاتيف. الاثنين ماشي هيبقى في الثيرد كوادرنت. ايوه بالظبط. ايوه في السرد كوادر. ايوه اتفضل دكتور. ايوه هنعمل اكستنشن للفورس دي. هنعمل اكستنشن. ممكن تعمل اكستنشن وممكن تجيبها بمجرد النظر على طول. اخليها تعالى لو عايز تعمل اكستنشن وتنزلها في الربع الثالث عشان توضحها لنفسك مفيش مشكله. لو انت خدت بالك على طول بمجرد النظر ان هي في الربع الثالث على طول برضه. بس ممكن بمعاه الحلين. انا بس باكد انت عايز تعمل تنزلها اكستنشن في الربع الثالث عشان تحللها صح؟ مفيش مشكله. ممكن برضو الطريقه اللي حضرتك قلت عليها يا دكتور. هي تمام. مش الربع الرابع. لا ثالث. اف 2 في الثالث. اه تمام ماشي. طب ما خليها في الربع الاول عادي بس في الاوبزيت دايركشن بتاع الاف 1 والاف 2 بالظبط. عادي 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 يا باشمهندس في جميع الاحوال. المهم بس تطلعها يا فيكتور وخلاص. تمام. المهم تطلعها يا فيكتور مش مهم انت بقى انت عارف ازاي. تمام برافو برافو يا زياد. اف 1 ب 4 اي في عشان 4 في الاكس زي ما انت شايفها كده. واف 3 5 بس في النازله لتحت فتبقى نيجاتيف 5 جي. يبقى احنا هم الثلاثه فورسز اهم. اف 1 4 اي عشان 4 في اتجاه الاكس. اف 2 زي ما احنا قلنا في الاكس والواي هيبقوا من نيجاتيف فتبقى نيجاتيف 6 كوزين 30 ونيجاتيف 6 ساين 30. اف 3 بنيجاتيف 5 جي. هعمل ايه؟ عايز اجيب الريزلتنت. هجمع الثلاثه على بعض وزي ما قلنا بنجمع الاي مع بعض ونجمع الجي مع بعض فهتطلع الاف ار كلها نيجاتيف 1.196 في الاي وهنا نيجاتيف 8 جي. ده الايه الايه الكومبوننت بتاعتها الاف ار واي. يعني الاف ار اكس نيجاتيف والاف ار واي ايه نيجاتيف. يطلع الـ FR يا باشوانسين 8.089 يا باشوانسين مش عايز كلام 8.089. دلوقتي بدل من الـ FRX نيجاتيف والـ FRY نيجاتيف أنا دلوقتي يا باشوانسين في أنهي ربع؟ تالت. برافو. يبقى الـ FR في ربع التالت. طب تعالى هو تعالى بس هو أوريك على الرسمة إزاي هنحسب الأنجل أهو. تعال نشوف على الرسمة ازاي هنحسب الانجل. الاف ار بدل في الربع الثالث يبقى الاف ار هتبقى فين؟ اهو. الاف ار هتبقى كده صح يا باشمهندسين ولا مش صح؟ شايفين الرسمه؟ تمام يا دكتور. صح. ايوه صح. طيب تمام. ايوه انا تمام. انا الانجل بقى يا باشمهندسين اللي انا هحسبها الانجل اللي انا هحسبها مش انا هحسب انجل اللي هي من تان سيتا صح؟ ايوه. اني انجل اللي هحسبها من تان سيتا؟ عارفين اني انجل هحسبها من تان سيتا؟ مع الاكس مع النيجاتيف اللي مع النيجاتيف اكس. برافو. يعني ليه الانجل دي ثانيه واحده اوضح لكم على الرسم. ربع الرابع وجزء الربع الثالث اوضح لكم على الرسم ثانيه واحده.
اهو اهي ثانيه واحده براحتك يا دكتور. لا بس بطلع بس الخط اللي هو اهي دي الانجل سيتا اللي احنا ايه هنحسبها اهي هي دي الانجل سيتا اللي هنطلعها. طيب دلوقتي انا هطلع الانجل سيتا دي بشيفت تان اف ار واي على اف ار اكس ما فيهاش مشكله. طب لو انا عايز اجيب دكتور هو مش ده المفروض السيتا تبقى مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس هشام على البوزيتيف. تمام تمام واحده واحده ما انا عارف انا بقول الانجل اللي انا هطلعها من التان الانجل اللي انا هطلعها من التان لكن مش هو دي الدايركشن. طب الدايركشن اللي عايزها ممكن تسميها فاي لو انت بتلخبط من سيتا سميها فاي اي حاجه. الدايركشن بقى اللي انا عايزه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن من اكس لحد الاف ار يعني 180 ماينس الانجل اللي انا رسمها دي يعني هتبقى عباره عن 180 ماينس الانجل مش 360 ومش 90 180 ماينس الانجل اللي انا رسمها دي. احنا عايزينها مع كلوك وايز. ما هو بيقول لي هات لي الدايركشن ميجر دي كلوك وايز فروم بوزيتيف اكس فكاني هتحرك من الاكس لحد ما اوصل للاف ار. انا معايا الان دكتور معلش المفروض تبقى 180 بلس مش ماينس هناخد الاوبتيوس اللي جنبها هناخد الكلوك وايز الفرنسين هناخد الكلوك وايز تاني مش عايز كلام بس اقول لك الحته دي وافهمها بس. لو احنا اتفقنا وانا بقول وكتير منكم قالوا ان انا الانجل اللي هجيبها هي الانجل بتوين الاف ار ونيجاتيف الاكس ليه؟ عشان احنا في الربع الثالث. طيب انا عايز اجيب الانجل بتوين الاكس والاف ار بس انا همشي ازاي يا باشمهندسين؟ مش همشي مع عكس عقارب الساعه فهتبقى 180 بلس الانجل دي لا انا همشي مع عقارب الساعه فكأني همشي من الاكس عدي على الربع الرابع وبعد كده الربع الثالث اوصل للاف ار فتبقى الانجل عباره عن كام؟ 180 ماينس الانجل اللي انا لسه مطلعه. مفهومه دي؟ طب انا بحدد مكان الانجل اللي انا بطلعها بالتان سيتا ازاي؟ انا عندي سؤال بس الفورس بتاعت الريزلت على حسب الساين. انا بحدد يا باشمهندس بص يا باشمهندس انا دلوقتي يا باشمهندس اهو جبنا الاف ار حددنا مكانها عن طريق ان ده نيجاتيف وده نيجاتيف فالاكس والواي نيجاتيف فده في الربع الثالث قلنا هنطبق القانون. طبقنا القانون طلعت السي اللي سميتها الفا فاي اي انجل ما تلخبطش نفسك. طبعا قلنا بناخدها الاثنين بوزيتيف فيعني كان احنا خدناها جوه المودلس يعني وحتى لو نيجاتيف الاثنين هيكنسلوا بعض فتبقى 8 على 1.196 الالفا تطلع 81.497 في السيرد كوين. بس انا عايز الانجل ميجرد كلوك وايز فروم بوزيتيف اكس كاني متحرك من الاكس لحد ما اوصل للاف ار في الربع الثالث مش هعدي على الاول والثاني وبعدين الثالث لا ده انا هعدي على الرابع ومن الرابع على طول على الثالث كاني خدت طريق مختصر يعني اتحركت من الاكس كلوك وايز عديت على الرابع وصلت للثالث وصلت للاف ار يبقى الانجل هتبقى عباره عن ايه؟ عن 180 ماينس الالفا دي ما حدش يقول 180 بلس عشان عارف ان الناس كتيره في دماغها 180 بلس 180 بلس ده لو انا بتحرك عكس عقارب الساعه كونتر كلوك وايز لكن انا بتحرك ايه؟ مع عقارب الساعه عشان كده طلعت 98 بوينت. تمام يا دكتور معلش عندي سؤال دكتور موضوع واحد بس اسال اي ماشي يا دكتور حاجه عارف الاستكس حضرتك عارف ايه طيب ولا ايه انا مش سامع حاجه استك روز اتفضل يا باشمهندس اللي معايا اتفضل اسال انت وانا بعديك لو سمحت ايوه لو سمحت يا دكتور هو انا مش بجمع الفورسز في اتجاه الاي بعد كام لون بلس ايوه في الاي مش بعمل الفورسز بتاعت الاي بلس ما بيطلعوش الناتج اللي حضرتك كاتبه لا لان انت اكيد جمعت غلط ركز بس ده 4 اي ماشي ده 4 اي بقى ماينس 6 كوزين 30 اي ده ماينس 5 جي مش ماينس 5 اي ما هو 4 اي مع ال 4 ماينس 6 كوزين 30 بالظبط انا قلت 4 ماينس 6 سين 30 ناقص 5 دول ماينس 8 دول معلش انا هقول لحضرتك انا عملت ايه 4 ماينس 6 كوزين 30 ده في اتجاه الاي ايوه 6
وماينس 6 ماينس 5 ما الشمس دي اتجاه الجي ماشي على ماينس 6 ساين 30 تمام هتطلع ماينس 8 تمام مع بعض الشهاد مع بعض ايوه حاجه عارف قانون الاستك اللي هو ايه بقى فكرني بيه اللي هو ساين كوساين وتان في الفيرست كواد كلهم بوزيتيف في السكند كواد ساين بس بوزيتيف في الثيرد تان بوزيتيف كده حاجة عارف ده صح ايوه تمام ايه علاقته بينا يعني ايوه انا ممكن اطلع الانجل دي واعملها بلس 180 ماينس 360 هيطلع لي نفس الاجابه صح بلس 180 ماينس 360 وليه لازمتها يعني عادي على نفس الاجابه هي ماينس 180 ماينس يعني تمام شكرا هو الانجل اللي بتطلع مع التان دايما بتبقى مع الاكس اكسس في ما عدا في الربع الثالث والربع الثاني بتبقى مع النيجاتيف اكس يعني في الربع الاول في الربع الرابع بتطلع مع البوزيتيف اكس في الربع الثاني في الربع الثالث بتطلع مع النيجاتيف اكس ده في التان لكن هو بيسال على الدايركشن دايما مع البوزيتيف اكس الواي مالوش الواي اكسس مالوش دعوه خالص بالتان خالص مالوش دعوه معانا خالص تمام ماشي بزحت يا باشمهندس ايوه الصوت بعيد يا باشمهندس الصوت بعيد كده حاجه سامعني كويس في واحد صوته بعيد معلش طب دكتور كده حاجه سامعني كويس سامع كده كويس انا بقول لحضرتك لما احنا بنيجي نلف هو حضرتك بتلفها ازاي عشان اعرف كنت انا هعمل لك كلوكوز الانتي انا مش فاهم بنلف ازاي يعني مثلا بنلف ازاي تمام هرسمها لك اهو لكن بقى معايا انا على الاكس اهو انا على الاكس همشي كده اهو همشي كده كلوكوايز عشان اوصل للايه مع قارب الساعه عشان اوصل للف هي الشاشه كانت ثابته ومره واحده راحت كان في ديلي ومره واحده راحت وصلت لمكان اخير فما شفتش تاني انا ابتديت اتحرك من الاكس شايفني شايف السهم بتاعي لحد ما اوصل للاف ار هي دي الزاويه اللي انا عايزها بتحرك من الاكس لحد ما اوصل للاف ار كله كويس يعني مع عقارب الساعه يعني انا بتحرك من يعني طريقه التحرك اللي انا بتحرك من الاكس لحد الاف ار مش لحد الاف ار لا كده جبته خلاص الاكس هو الريفرنس بتاعنا هو الاساس هو اللي بتحرك بيه البوست اكس طبعا يعني لو انت كلوك وايز اهو بص على الرسمه تاني اهو لو انت كلوك وايز هتبقى كده المايك بتاعه بيصفر يا باشمهندس لو انت كلوك وايز هتبقى كده شايفين القبه اللي انا عاملها كده تمام زائد الزاويه اللي ايه السيتا اللي انا مطلعها يعني 180 بلس 180 ماينس مش المفروض كلوك وايز مش انا بكتب له الزاويه بوزيتيف وخلاص بقى مش معناها ان الزاويه نظريا معناها ان الزاويه بالسالب يعني بس في النهايه انا بكتب قيمه الزاويه بكتبها كبوزيتيف على طول ان هو عايز الزاويه ميجر دي كلوك وايز روم بوزيتيف اكس هو كلمه ميجر دي كلوك وايز روم بوزيتيف اكس دي شالت النيجاتيف شالت مكان النيجاتيف يعني تمام تعالى ناخد مساله كمان اهو ايه تعالى بس المساله دي ناخدها الاول وبعدين ايه لسه هنسال تاني اف اي ايكوال 30 ديجري والاف 2 ايكوال 3 كيلو نيوتن ايه هنخلص امتى يعني اخر مساله اهي مش هو حاجه جديده يعني ايه لا بحسبك هناخد حاجه جديده لسه هناخد حاجه جديده لا هو على السكشن الاولاني يعني الاف ار بس الاف والاف ار زي نجيب بس سلاش اللي جاي بعد كده فاتني الشفتين اللي فات الايه فاتني المره اللي فاتت مش عارف خدني المره اللي فاتت فمش عارف هناخد النهارده لا 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 تمام هو احنا ماشيين مع المحاضره كده زي الفل دكتور ايوه اتفضل هيبقى في اسايمنت
assignment. لا لسه لسه مش دلوقتي، لما كده هقول لك على في الجروب يعني ما تقلقش. ما هو ده اوكي هيقول يا عم تمام. واحده واحده كده يا باشمهندس، ما تجيبش على نفسك يعني، ما تفتح ما تفتحش على نفسك الدلع assignment وحياتك. واحده واحده بس كده في الاول لحد مش هتلاقي على مش هتلاقي على الحاجات ديت يعني. اف واي اف واي ايكوال 30 ديجري. خلاص بقى يا باشمهندس نركز بس في المساله دي. اف واي ايكوال 30 ايه سؤال في الرسمه اللي فاتت، هو انا بحدد مكان الاف اور على اساس بقى لي نص ساعه عايز اسال والله. ماشي، بحدد مكان الاف اور على اساس ايه؟ على اساس الفاليو بتاعه الاف ار اكس والفاليو بتاعه الاف ار واي. لو الاف ار اكس والاف ار واي الاثنين بوزيتيف يبقى في الربع الاولاني، لو الاف ار اكس بوزيتيف والاف ار واي نيجاتيف يبقى في الربع الرابع، لو الاثنين نيجاتيف زي المساله اللي انت شايفها دي في الربع الثالث، لو الـ لو لو الواي بوزيتيف والاكس نيجاتيف يبقى في الربع الثاني. تمام تمام. عايز اسال سؤال. اتفضل. هو دلوقتي حاجه جبت لا انزل تحت انزل في السلايد اللي بعديها على طول. ايه انت يا باشمهندس خش في السلايد اللي بعديها ليه؟ اهي السلايد دي. لا مش دي الاولانيه اللي كانت في اللي جابت اه بتاعت الزاويه. ايوه ايوه تمام هنا تمام. هو احنا كنا كان اللي تنفع تساوي اف واي على اف اكس صح؟ التان سيتا بتساوي اف ار واي على اف ار اكس. تان سيتا بتساوي اف ار واي على اف ار اكس. هي جبنا السيتا اللي هي الزاويه الصغيره اللي مع النيجاتيف اكس، انا عايز اجيب الزاويه الكبيره، همشي من الاكس لحد الاف ار، هي دي الزاويه تبقى 180 ماينس الزاويه الصغيره اللي احنا جايبينها دي. تمام. خلينا بس ناخد المساله اللي بعديها. انت في حاجه عندك في المايك؟ تمام تمام. مش عايز ركز بس في المساله اللي بعديها وهتلاقينا واحده واحده ايه هنوصل لايه. المساله اهي اف اي ايكوال 30 ديجري واف 2 3 كيلو نيوتن، عايز الماجنيتيود اوف ذا ريزلتنت فورس اكتنج اون ذا بليد and its direction theta measured clockwise from positive x. نفس النظام برضه، عايز ال direction measured clockwise from positive x. هنعمل ايه؟ ركز بقى معايا في المسألة دي، فرصة تانية ان احنا بنأكد على المعلومة مرة تانية ومرة واثنين وثلاثة. عندي F1 4 كيلو نيوتن عاملة انجل 30 ديجري. هسأل عمر سالم محمد سالم معايا؟ ايوه يا دكتور. قول لي بقى الاف 1 دي كفيكتور، يعني قول لي الاكس بتاعتها بكام والواي بتاعتها بكام. هنعمل لها ريزوليوشن في اتجاه الواي اكسس، هتبقى 4 كوزين 30 بس في اتجاه النيجاتيف. صح برافو. وفي اتجاه الاكس اكسس هتبقى 4 ساين 30 في الاتجاه النيجاتيف برضه. برافو صح، يبقى نيجاتيف 4 كوزين 30 في الواي يعني في الجي، ونيجاتيف 4 ساين 30 في الاكس. برافو برافو. تمام، هسال واحد تاني. محمود حسين. محمود حسين محمود. مع حضرتك يا دكتور. تمام. اف 2 ب 3 كيلو نيوتن والفاي ب 30 ديجري، تقدر تقول لي الاف 2 كفيكتور كام؟ هيبقى في الاكس اكسس يبقى انت قلت حضرتك اف 2 ب 3 يبقى 3 كوزين 30 اللي هي 30. صح. وفي الواي هتبقى 3 ساين 30. برافو. تمام خلاص، يبقى انتوا كده فهمتوا اللي احنا بنجيبها الاول كاكس وكواي زي ما شفنا في اف 1 واف 2. اف 3 بقى دي عامله تراينجل 3 4 5. التراينجل اللي هو عامله او المثلث اللي هو عامله ده عشان تجيب الكوزين والساين، فدي معناها ان الكوزين بتاعها 4 على 5 والساين بتاعتها 3 على 5. دي طريقه يعني، دي طريقه. علي سمير عبد الحميد. ايوه ايوه. في مشكله؟ لا تمام، بس هو كان عندي الصوره معلقه.
خلاص دلوقتي تمام. بعد اذنك، هو المثلث اللي هو عامله ده بيعبر عن الزاويه اللي هي فوق مع الواي اكسس ولا مع الاكس؟ لا عادي، هي نفس الزاويه اللي مع الاكس، ما بتساويها بالتبادل. لا انا اقصد الزاويه ايه، هو في كده كده بنتكلم في الربع الثاني، المثلث اللي مرسوم على الخط بتاع الاف 3 بيمثل الزاويه اللي فوق مع الاكس ولا مع الواي؟ ماشي، بيمثل هي نفس اللي مع الاكس، مع الاكس 4 على 5، الكوزين بتاعها 4 على 5 مع الاكس، والساين بتاعها 3 على 5 مع الواي. هو قصده لما يجي يعمل ريزولوشن هحط ساين على الاكس اكسس ولا على الواي اكسس بتاعها؟ مش هتحط لا ساين ولا كوزين، هتحط 4 على 5 في الاكس عشان الكوزين بتاع الانجل 4 على 5، وتحط 3 على 5 في نيجاتيف الواي. تمام، انا ده قصده بسيط بين الواي اكسس بالظبط. ايه انا كنت بفهم بس بيمثل انهي زاويه المثلث ده؟ بيمثل بيمثل الزاويه اللي مع الاكس، بتمثل الزاويه اللي مع الاكس لان هي بتساويها بالتبادل. تمام، فبرضو اخر فرصه اللي هي 3 تبقى، يبقى زي ما احنا قلنا وزي ما زمايلكم قالوا اهو، الثلاثة فرص اللي احنا قلناها نيجاتيف 4 ساين 30، نيجاتيف 4 كوزين 30 دي اول فرصه قلناها، عشان في الربع الثالث الاثنين نيجاتيف، واف 2 3 كوزين 30 زائد 3 ساين 30، واخر فرص 5 في 4 على 5 ماينس 5 في 3 على 5. تمام، اصبر بس الاخر يا باشمهندس وبعدين اسال. هعمل ايه؟ هجمع الثلاثة فورسز مع بعض. في سؤال؟ ايوه قلنا اصبر بس للاخر. ما فيش صوره صورة واضحة مش هنسين ولا مش موجودة؟ موجودة يا جماعة، موجودة. موجودة يا جماعة. معلش، كده كده الموضوع كله بيتسجل، مسجلين الحمد لله، وهتلاقيها عندك ما تقلقش. هنا 4.598 بعد ما جمعت اللي في الاي كله مع بعضه، وجمع اللي في الجي كله مع بعضه. اللي عندي ودخلت تاني، انا كنت مع حضرتك من اول السكشن بس ده فصل من عندي ودخلت تاني، فكان ظاهر في الاول صوره معلش هتلاقي كله متسجل في الاخر، يعني هتلاقي كله متسجل. انا هتلاقي كله متسجل ولو عندك سؤال اسال بعدين، بس ما ينفعش ان احنا ابتدي لك من الحته اللي انت واقف عندها، احنا هنضيع وقت واحنا بقى لنا ساعه ونص اصلا في السكشن ولسه قدامنا مساله كمان. بيسال عليه على الاتندنس. الاتندنس انا باخده كله للاتندنس 100، ما تقلقش يعني واخد. دكتور ممكن تكتبي رسمه ثاني؟ سجل من اول السكشن بس هو النت فصل ودخلت ثاني. ما تقلقش هتاخد الاتندنس، ما تقلقش هتاخد الاتندنس بتاعك، ما تقلقش. هو دلوقتي مش على الاتندنس، هو قصده على الصوره، انا الصوره مش واضحه عندي. طيب انا قلت له السكشن كله متسجل، السكشن كله متسجل وهتقدر تنزله تشوف كل حاجه كبي دي اف وكفيديو كمان. تمام، تسجيل مش شغال. الصوره شغاله ولا مش شغاله يا باشمهندس؟ شغاله دكتور، شغاله يا باشمهندس، شغاله. تمام، اف 1 بتساوي 4 كيلو نيوتن، اف 2 معانا اهي ادي الرسمه تاني، اف 1 4 كيلو نيوتن، اف 2 3 كيلو نيوتن، واف 3 جبناهم، اف 2 ده في الربع الاول، اف 1 في الربع الثالث، اف 3 في الربع الرابع، جبناهم يا باشمهندس زي ما احنا قلنا وانتوا اللي قلتوه، انتوا اللي قلتوه وانا سالتكم وانتوا اللي قلتوه، وجبنا اف 1 يا فيكتور في الاي والجي، والاف 2 يا فيكتور في الاي والجي، واف 3 يا فيكتور في الاي والجي. هنعمل ايه عشان نجيب الريزلتنت؟ هنجمعهم الثلاثه مع بعض، هنجمع اللي في الاي مع بعضه ونجمع اللي في الجي مع بعض. طلع اللي في الاي بكام؟ ب 4.598، وطلع اللي في الجي نيجاتيف 4.964. عايز اجيب الاف ار بقى، عايز اجيب الاف ار، هاخد ايه؟ هاخد الجذر التربيع، ال 4.598 سكوير مربع زائد نيجاتيف 4.964 سكوير. لما اخد ده سكوير بلس ده سكوير هيطلع الاثنين ب 6.77 كيلو نيوتن. تمام، هسأل بقى محمد علاء، محمد هاشم. تمام، الاف ار في انهي ربع؟
ار كده في السين موجبه والصاد سالبه يبقى الربع الرابع 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 اللي هي الاكس والواي. تعود بقى على الاكس والواي تمام ماشي برافو. فهي في الربع الرابع خلاص يا باشمهندس. انا عايز اجيب الدايركشن هعمل ايه؟ هنجيب التان سيتا. قلنا هنجيب التان سيتا كمودلس مش هنحط معانا لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. التان سيتا كمودلس هنجيبها 4.964 على 4.598 هتطلع 47.2 زي ما انت شايف زي ما انا حاطها لك على الرسمه. دي هي الانجل سيتا اللي بتوين الاكس والاف ار. مشيت ازاي كلوك وايز؟ يبقى ما احطش اي حاجه احطها ب 47.2 ميجر دي كلوك وايز فروم بوزيتيف اكس على طول تمام. اللي المايك بتاعه بيقطع خلاص أزرع خلاص. حد عنده سؤال في المسألة دي؟ دكتور عندي سؤال معلش ممكن ترجع على الرسمة؟ لا دكتور ارجع على الرسمة معلش تمام. أيوة المشكلة اللي عنده ممكن حضرتك نزلها ده بيه صح؟ طب ثانية يعني مش هتسيل اول ما واحد يسأل التاني يشكل بس ايه؟ هو حضرتك في 3 هو انا يعني انا مش عارف هو ليه يعني اشمعنى قلت الاي مثلا تبقى كوزاين او والجي حاطتها مع الساين يعني او العكس مش عارف ما ماشي ما انا عندي الاف بشوف الانجل اللي جنب الاكس يعني الانجل اللي جنب الزاويه يعني الانجل اللي جنب المحور يعني لو الانجل اللي جنب المحور هي الاكس يعني لو الانجل المحور جنبيها هو الاكس فتبقى كوزين في الاكس وساين في الواي. لو الاف انا عارفها انا بتكلم على الترينجل نفسه اللي هي اف 3 انا كل اللي فات انا فاهمه كويس ما عدا اف 3 بس اللي مش فاهمها اف 3 تمام. الانجل اللي في المثلث اللي المثلث ده لو الانجل اللي هي هتبقى عامله بالتبادل هتبقى الكوزين بتاعتها بكام؟ مش 4 على 5؟ الكوزين بتاعتها تبقى اللي هي الانجل اللي هي اللي عامله حرف الزد دي اللي مع الاكس اكسس هيبقى الكوزين بتاعها اللي هي 4 على 5 فهعكسها بقى هخليها الثانيه عشان هي جنب الانجل خلاص فهمت تمام خلاص تمام. في حد عنده سؤال ثاني؟ لا ايوه يا باشمهندس ايوه اتفضل. يوم الخميس في معمل ولا ايه؟ هو لسه انا ما خلصتش المحاضره يعني على السؤال ده بس يوم الخميس المفروض في معامل تمام. بس لا هل الدخول لو رئيس الوزراء طبعا ادت الاجازه فخلاص يبقى اجازه للناس كلها ساعتها هتتعوض بقى من يوم الخميس هناخد لك يوم ونعوضه ما تعوضش مع حد خلاص لو اديت اجازه يبقى انت ما تعوضش مع حد هنزل لك يوم في جدول تاني لوحدك وهيبقى يوم خميس برضو وتعوض فيه ما تقلقش يعني. وعامه هنحضر السكشن كله ولا عندنا لاب يوم الخميس قالوا لنا احضروا 3 و4 ايوه مين اللي قالك احضروا 3 و4 لاب كيمستري ده كان لاب كيمستري تقريبا مش فاكر كان لاب ايه بالظبط بس هو قالوا لنا احضروا كان كيمستري تقريبا اللي انا احضروا انا بتكلم عن ماده ايوه كيمستري كل ماده وليها ظروف كل ماده وليها ظروف. بالنسبه للاستاتكس اللي عنده لاب استاتكس يوم الخميس هيبقى باشمهندسين هيبقى ايه هيتعوض له في يوم تاني ما تعوضش بنفسك. انا هقول لك ساعتها يوم تاني وهتعوض فيه ما تقلقش. بالنسبه لمادتي مش لكل المواد عشان ما حدش يفتكر ان ده نظام في الكليه يعني. بالنسبه للاستاتكس اللي عنده لاب استاتكس يوم الخميس هتتعوض لك في نفس يوم الخميس بس اسبوع تاني ما تقلقش يعني. باشمهندس احنا كده خلصنا؟ لا لسه كده خلصت ولا عشان انا عايز اسالك سؤال فوق خالص يعني. خلاص انا عايز اسالك سؤال اخر سؤال بس ايه مش عايز اسالك سؤال في المساله دي في المساله دي اي في اف 3 ليه اخذنا الانجل دي مش اللي فوقيها اللي هي مثلا الكوزين بتاعها هيبقى 3 على 5 مش 4 على 5 لان انا باخد الانجل اللي عامله حرف زد عشان عايز الانجل اللي مع الاكس. لا تاني معلش تاني انا هاخد الانجل اللي عامله حرف زد مع الانجل اللي بتاعت الاكس عشان احلل بالنسبه للاكس.
خلاص تمام فهمت شكرا. تمام يعني اي انجل بجيب لها تان بتبقى مع الاكس اكس صح؟ اي انجل بجيب لها تان قصدك في الريزلتنت يعني؟ اي الريزلتنت اه بتبقى مع الدايركشن بيطلبه مع الاكس اكسس، لكن مش شرط التان ده يبقى مع الاكس اكسس. لو في الربع الثالث هتلاقيها مع النيجاتيف اكس. ايوه مع الاكس اكسس نيجاتيف وبوزيتيف، يعني اي اكس اكسس ما بتبقاش مع الواي ابدا. الاكس اكسس نيجاتيف وبوزيتيف ايوه صح برافو. تمام اللي هو تان ار اكس على ار واي صح؟ بالظبط. تمام تمام شكرا يا باشمهندس. تمام العكس بقى العكس دوك. العكس ار واي على ار اكس صح ار واي على ار اكس. تمام. طيب دلوقتي يا باشمهندسين كل المسائل اللي احنا خدناها من الاول لحد دلوقتي كان بيسال على الاف ار، مش شرط يسال على الاف ار، ممكن يديلك الاف ار يسال على فورس، وده اللي هيعمله في المساله دي اللي هو بيقول لي ديترماين ذا ماجنيتيود اوف اف 1 والدايركشن ثيتا. زي ما انت شايف على الرسمه كده، ادي الاف 1 وادي الثيتا، دول النور. بس هيديلك الاف ار بقى، ما هو لا ما هو مش مستحيل بقى يدي لك كمان الاف ار، هتحلهم ازاي؟ هما معادلتين اللي عندك سواء الاكس او واي. فهو عشان كده قال لك الريزلتنت فورس دايركتد فيرتيكالي ابورد اند هاز ا ماجنيتيود اوف 800 نيوتن. تمام. معنى الكلمه 800 نيوتن فيرتيكالي ابورد يعني يعني الاف ار اكس بكام يا باشمهندس؟ اف ار اكس زيرو 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 صح. يعني عايز كل الناس كده تقول زيرو في صوت واحد كده قوي يعني، لان هو بيقول لي اهو الريزلتنت دايركتد فيرتيكالي، فيرتيكالي ده الواي. اي لما يقول لك فيرتيكالي ده الواي على طول، ابورد لفوق كمان، يعني بيقول لك في البوزيتيف واي كمان مش نيجاتيف. لو قال لك داون وورد يعني نيجاتيف واي، لو قال لك ابورد زي ما هو قايل لك في المساله دي يبقى بوزيتيف واي. فعلى طول يبقى الاف ار في اتجاه الواي بس، يبقى الاف ار اكس بزيرو، يبقى الـ FRX للثلاثة فورسز دول بزيرو. تمام. هسأل برضو هنا بقى مش فرنسين، هسأل أحمد عصام السيد. تمام معاك. تقدر تقول لي الـ 400 نيوتن دي في الـ X والـ Y هتبقى كم؟ هنقول أول حاجة هنحللها في الـ 400، هتكون 400 كوزين 30 I، هتكون 400 ساين 30 في الاي في الجي تقريبا قصدي. طب والاف 1 الاف 1 هتتحلل، هو قال هم قالش السيتا بكام، ما هو ده اللي عايزها، ما هو دي اللي عايزها هتسيبها النون بتاعها في الايكويشن، فتبقى اف 1 ساين هتبقى اف 1 ساين سيتا في الاكس واف 1 كوزين سيتا في الواي. كوزين سيتا في الواي انا مش فاهم ليه الاف ار اكس 0. تاني يا باشمهندس بيقول لي تاني اقرا السؤال اهو. The resultant force is directed vertically upward. يعني ايه directed vertically upward؟ يعني في اتجاه البوستيف واي. في اتجاه البوستيف واي، يبقى اكيد الاف ار اكس بتاعتها بزيرو، يبقى الاف ار هي اف ار واي هي 800. معناها ان هي مش عامله دايركشن اصلا، مش عامله انجل مع البوستيف اكس اكسس، هي اشكال زيرو، مش عامله ملهاش كومبوننت في الاكس، ملهاش كومبوننت في الاكس. معنى كلمه ان هي دايركتد فيرتيكالي ابورد ان هي ملهاش كومبوننت في الاكس، فالاكس بتاعتها بزيرو، لكن هي على طول كلها في الواي ب 800. تمام. نكمل. طب دكتور مش فاهم ازاي عملنا ريزوليوشن لاف 1 تاني مش اف 1 مجهوله، هنسيبها مجهول. اف 1 عامله انجل سيتا مع الواي، يبقى اف F1 sin theta و F1 cosine، وهتسيبها مجهولة، هنشوف هنجيبها ازاي. تمام؟ فهمت؟ 600 بقى، هسأل بقى 600 عشان الناس كانت بتلخبط فيها. هسأل أحمد محمد محمد 600 دي في الإكس والواي عاملة ازاي؟ تبقى 600 كوزين كوزين اللي هي الزاويه اللي هي تبقى 3 على 5 4 على 5 يبقى 6 على 5. 600 في 3 على 5 3 على 5 دي في الواي 4 في الواي صح. في الاكس انت بتقول 600 في 4 على 5 بصراحه صح، 600 في 4 على 5 بس في الايه بالظبط.
صح دي بقى واضحه على طول ان الانجل دي اللي ما عاملها مع نيجاتيف اكس دي اللي هنحلل بيها، فتبقى نيجاتيف 600 في 4 على 5 في الـ في الـ في الاي و600 في 3 على 5 في الجي. خلاص بالظبط. بس دكتور ممكن توضح اخذنا اني انجل في 600؟ معلش اللي هي ناحيه الاي ولا اللي مع نيجاتيف اكس؟ الانجل اللي مع نيجاتيف اكس اللي ناحيه 3 ولا ناحيه 4؟ اللي ناحيه الفور اللي هي الكوزاين بتاعها 4 على 5 والساين 3 على 5. تمام شكرا. تمام اللي هي مع نيجاتيف اكس يعني. تمام اهو يا باشمهندس اف 1 ساين ثيتا في الاي بلس اف 1 كوزاين ثيتا في الجي، ده اللي احنا قلناها الاف 1. اف 2 جبناها 400 قلناها دي في الربع الاول سهله 400 كوزاين 30 اي بلس 400 ساين 30 جي. ال 600 زي ما زميلكم قال نيجاتيف 600 في 4 على 5 بلس 600 في 3 على 5. في سؤال؟ نيجاتيف ايه؟ في سؤال يا هندس. فتح المايك. ايه؟ في سؤال يا هندس. ايوه. هو مش المفروض احط فيكتور فوق الاي والجي ولا ما؟ يا باشمهندس اللي فتح المايك يا جدعان مش المفروض احط فيكتور فوق الاي والجي ولا مش لازم؟ ايوه ممكن تحطها بس الكتاب هنا اللي في الكتاب هنا عشان الناس اللي هتقرا من الكتاب الكتاب مش حاططها فممكن تسيبها تبقى انت عارف ان هي اي وجي بس طبعا زي ما انت لو عايز تحطها ما فيهاش مشكله صح بس انا عملها كده عشان انت في الكتاب في الكتاب مش حاططها فما تفتكرش ان هو الكتاب غلط ده اسلوب وده اسلوب لكن في النهايه انت عارف ان هي اي فيكتور وجي فيكتور يعني. دكتور بس ممكن توضح لي تاني اللي هي 4 على 5 3 على 5 معلش تاني اهو هرجع تاني للرسمه اهو اهو يا باشمهندس 4 على 5 ده اللي عاملها مع نيجاتيف اكس مش ده كان انجل عندي الانجل اللي هي عامله الكوزاين 4 على 5 مع نيجاتيف اكس والساين 3 على 5 مع الواي فانا خلاص خدت الاف ار حللتها بقت 600 في نيجاتيف 4 على 5 عشان احللها في الاكس فبقت نيجاتيف 4 على 5 عشان هي في نيجاتيف الاكس و600 اللي هي الساين 3 على 5 عشان اجيبها في الواي يعني احنا دايما بناخد الانجل اللي مع الاكس بالظبط ثبتين ان احنا بنجيب الانجل مع الانجل مع الواي فانت ما قدامكش غير ان انت تشتغل مع الواي لكن احنا دايما عشان نسهل على نفسنا بنشتغل مع الانجل اللي مع الاكس نكمل يا باشمهندس الاف ار 800 جي يعني ملهاش اي فاليو في الاكس فانا هجمع اللي في الاكس مع بعض اهو اف 1 ساين ثيتا زائد 400 كوزاين 30 ماينس 600 في 4 على 5 مجموع الثلاثه دول بزيرو زي ما انت شايف مجموع الثلاثه دول بزيرو طيب زي ما انت عارف لما يبقى معايا كويشن زي كده بخلي الانون في طرف وادي كله الناحيه الثانيه عشان تبقى المعادله اسهل يعني فخلاص مودي خليت الانون اللي هو اف 1 ساين ثيتا في طرف ووديت ال 133.6 الناحيه الثانيه. طب نفس النظام في الواي هودي كله هشوف الواي عندي اهو نجمع الواي اف 1 كوزاين ثيتا زائد 400 ساين 30 زائد 600 في 3 على 5 مجموع الثلاثه دول ب 800 ب 800 خلاص هودي برده كله الناحيه الثانيه واخلي الانون في طرف لوحده والباقي 240 يبقى اف 1 كوزاين ثيتا بتساوي 240 اف 1 ساين ثيتا على اف 1 كوزاين ثيتا معادله ايكويشن 1 على ايكويشن 2 عشان اخليها تاني عشان اقدر اجيب الثيتا فلما هقول اف 1 ساين ثيتا على اف 1 كوزاين ثيتا الاف 1 هتطير مع الاف 1 يبقى لي تان ثيتا 133.6 على 240 هيطلع 0.556 خلاص هقول شفت تاني اجيب الثيتا على طول تطلع 29.1 جبت الثيتا ب 29.1 هعوض في الايكويشن الاولانيه او الايكويشن الثانيه اي واحده منهم والمفروض الاثنين يطلعوا لك نفس الناتج فهتطلع الاف 1 275 نيوتن حد عنده سؤال يا باشمهندس دكتور لو سمحت
هو الباريلوجرام افضل من في المساله دي بالذات. ايه الباريلوجرام يعني في المساله دي افضل؟ لا الباريلوجرام مش افضل ولا حاجه. لان الباريلوجرام هتتعامل مع اثنين، وبعد ما تتعامل مع اثنين تجيب الريزلت بتاعتهم، وبعد كده تتعامل هترسم اثنين باريلوجرام، دي هتبقى صعبه شويه. لكن هنا انت عملتها بسهوله على طول. هنا احنا كتبنا ايكويشن وجمعنا الاكس سويناها بزيرو وجمعنا الواي وسويناها ب 800، الموضوع سهل بسيط. تاني هتبقى محتاج جربها انت في البيت، هتحلها باراليلوجرام هتاخد منك وقت. اه ماشي. هو المسائل دي كلها موجوده مع حضرتك المسائل يعني؟ ايوه هنزلها، منزلها لك على الـ على الجروب، نزلها لك على التيم يعني. هو سيكشن انا بكلم دول مش مسائل كتير يعني، مش برامج خلاص بقيت المسائل. انا بكلم بقيت المسائل موجوده في الكتاب، حلها هتلاقي حلولها موجوده. كتاب هبلر 12 اديشن، هبلر 12 اديشن. انتوا مش عارفين الكتاب اللي احنا شغالين منه؟ طب احنا هنحدد دكتور الكتاب موجود بي دي اف المره. اه بي دي اف هتلاقي موجود، بي دي اف هينزل. طب دكتور يا شباب انا اعتمدت على المحاضرات بس كفايه. لو اعتمدت على ايه؟ المحاضرات والسكاشن كفايه ان انت دي. بقول لك يا دكتور خلاص، كفايه ان انت تفهم، لكن هتبقى محتاج ان انت تحل كتير يا باشمهندس. تمام. طب احل كتير منين؟ انا قصدي هنحل ايه يعني؟ مفيش بيجز معينه نحلها؟ ايوه ده انا الدكتور كان ندور يعني في الباشمهندسين معايا. مع حضرتك يا دكتور. دكتور معلش، المفروض نحل منين بالظبط؟ معايا ولا ايه؟ المفروض تحله من ال المفروض تحله من المسائل اللي احنا بناخدها في السكشن، المسائل بناخدها في المحاضره، المسائل اللي هي ايه الموجوده عندك عليك في هبلر. ما عندكوش مش عارفين ان الكتاب اللي احنا شغالين منه هو هبلر 12 اديشن؟ تمام، بس قصدي انهي بيجز بقى يعني؟ هنحدد ازاي اللي علينا؟ هنزل لكم الاكزامبلز والبروبلمز اللي عليكم، هنزل لكم الاكزامبلز والبروبلمز اللي عليكم الورقه فيها، بحيث ان انتم تبقوا عارفين بتحلوا ايه. هنزلها لكم دلوقتي بعد ما اخلص الشهر. طب احنا خلصنا كده المحاضرات، خلصنا الحاجات اللي نزلناها، خلصنا كده دكتور بعد اذنك. خدت حاجه يعني بعد كده العام السؤال يسال واحنا نخرج. دكتور هو احنا خلصنا؟ خلصنا. بس سؤال بس سؤال بس قبل ما 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 تتفضل سيبكم تتفضلوا، اللي هيسأل نكمل معاه. السيستم الجروب ده ليه مندوب او تمام اسمه مش فيه ما يحصلش مشاكل، عشان ما يحصلش مشاكل يا باشمهندسين هنتفق بس على طبعا ده اول سيكشن، فالسيستم ممكن ما يكونش احنا لسه مع بعض فيه. هنتفق بس على حاجتين هقولهم من الاول. انا والمندوب بس اللي هنبقى برزنتر، يعني انا والمندوب. هو المندوب اسمه ايه؟ اسمه ياسر سيفين، اللي هو موجود ياسر هو برزنتر دلوقتي. بالظبط. هو برزنتر اصلا. تمام، بس ما اعرفش خرج ولا لسه معانا. خلاص انا وياسر بس اللي هنبقى برزنتر. يحيى محمود عبد الستار ويوسف محمد فتحي انتوا برزنترز، مش عارف ليه ما تبقوش برزنترز شخصي. خلاص خليكوا اتند الميد عادي جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين برضو عشان الاسئله شايف ان العدد كبير للاسف، فالاسئله الكتير في النص ممكن تقلل التركيز اللي بيبقى سابع. تمام، الاسئله يا باشمهندسين هتبقى بعد كل سؤال اخلصه خالص اسال، يعني بعد ما في البدايه هنبتدي نقول القوانين زي ما انت شفت كده النهارده. بعد ما اخلص انا القوانين نسال، بعد ما اخلص المساله تسال، كل مساله تسال عليها، يعني كل مساله تسال. ازاي بقى يا باشمهندسين؟ اول ما واحد من زميلكم انا دكتور عندي سؤال ما لاقيش واحد تاني يروح قايل له، يروح داخل على طول، عشان ده عدم احترام لزميلك. يعني اول ما زميلك ياخد المايك يبتدي يتكلم انت اسكت على طول. اول واحد. انت حضرتك ممكن
حضرتك ممكن تعمل ميوت اول، واللي عايز يسال بعد نهايه السؤال نعمل ريز هاند من الموجود عندنا هنا، فحضرتك تفتح له المايك هو يسال، فهتبقى الدنيا خلاص. تمام تمام تفتح له هو بس، يعني تفتح له هو بس. اوكي صح صح. يبقى انا عايز اسال اسئله. هو حضرتك خدت الاتندنس ولا لسه؟ اه خدت الاتندنس. لو عندي اسئله وانا بحل وكده اسالها لمين؟ باشمهندس اي حد عنده زي ما بنقول اي حد دلوقتي، انت انا خدت السكشن والمحاضره قلت انت حل، ممكن تجي لك سؤال عايز تساله تبعت لي على الميت على تبعت لي على الشات، تبعت لي على الشات السؤال تصوره وتبعته لي. ولو انت مثلا وانت بتحل اتلخبطت في حاجه فتبعت لي على الشات برضو الصوره وانت بتحل، تعلم لي على الحته اللي انت متلخبط فيها او انت مش عارف تجيب الحته دي ازاي، تعلم لي عليها بدوريه كده وانا هرد عليه. طب حضرتك هو مرجع ليا ولا ايه او ايه حضرتك بتاع مرجع ليا؟ ممكن الاقي حضرتك في الكليه ولا لا؟ اه هتلاقيني في الكليه بس في الايام اللي هيبقى اللي هي تبقى الاربع والخميس ده هتلاقيني موجود فيهم. اسم حضرتك ايه علشان ابقى مهندس بعد اذنك؟ انت خدت الاتنس ولا لا؟ اه خدته والله خدته. طب بعد اذنك المركز اللي هنحل فيه خلاص، يعني ينفع نطلع؟ اه اطلع خلاص. اللي عايز يطلع في حاجه مهمه تانيه تسالني؟ السلام عليكم. طب حضرتك ممكن حضرتك تقفل الصوت ونعمل ريز هاند عشان ده دوشه قوي. خلاص من السكشن اللي جاي هنطبق كده. ايوه تمام. فانز بدي فانز دلوقتي؟ اه دلوقتي. والمسائل اللي عليك طيب ايه؟ انا معايا المسائل دي كلها بس مشكله في الانسر بس. الانسرز موجود، الانسر الموجوده. انت لو قلت هابلر يعني مش هنسينا الموضوع ده وسهل جدا. انا معايا الريفرنس موجود دكتور لو سمحت في مكان معين. الانسرز موجوده في اخر الكتاب بس الانسرز النهائيه هنزل البي دي اف فين؟ ماشي ماشي تمام خير. البي دي اف هنزلها على الجروب دلوقتي. ماشي شكرا يا فندم. دكتور لو سمحت معاش انا اذنك اتفضل. دكتور اتفضل. هو انا ازاي حدد مكان الفورس بتاع الاف 1 كوزين ثيتا وساين ثيتا بالسيميلارتي ولا بطريقه ايه بالظبط؟ فين ده؟ انهي سؤال؟ اخر سؤال حضرتك شرحته مش بالسيميلارتي ولا حاجه. مال ازاي؟ جمعت الاكس كله وساويته بزيرو وجمعت الواي كله وساويته ب 800. الفورس الاف 1 قصدي الفورس الاف 1 حددناها ازاي؟ اف كوزين ثيتا واف ساين ثيتا. مش الاف 1 دي عامله مع الواي زاويه ثيتا؟ ما هي ممكن برضو تعمل مع الاكس برضو زاويه ثيتا. لا ازاي هتعمل مع الاكس 90 ناقص ثيتا؟ تمام تمام يعني مع الواي ثيتا. بص على رسمه ثاني هجيب لك الرسمه اهو ثانيه واحده. تمام هي عامله مع الواي زاويه ثيتا. تمام هتبقى التحليل بتاعك واي اف 1 ساين ثيتا وفي الاكس اف اصل في الواي اف 1 كوساين ثيتا وفي الاكس اف 1 ساين ثيتا. تمام تمام اهو بس البتاع هنجد بس ثانيه اجيبها لك اهو. هو كده خلاص؟ طيب اللي عايز يمشي ولا ايه؟ اه اللي عايز يمشي خلاص. اه اللي عايز يمشي يمشي. معلش دكتور حضرتك قلت على اساس الله تفيد بالمحاضرات والسكاشن بس والاسئله حضرتك بتحلها والاساينمنت هيك قلت ده كفاية؟ اه لو حليت المحاضرة لو فهمت المحاضرات والسكاشن وحليت المسائل بايدك بس شفت الحل مش يعني هو ممكن يبقى في اسايمنت وممكن لا يعني ممكن الاسايمنت يبقى في الاخر بس قصدي المسائل اللي هي موجوده عليك في الكتاب في هبره حلتها بايدك هتلاقي نفسك فاهم الدنيا كويس يعني مش بس المسائل اللي علينا. ايه؟ المسائل اللي علينا هبعت لك هبعت لك الملف الوورد المسائل اللي عليك دلوقتي. الدكتور معلش انا قصدي على الفورس اللي هي 600. الفورس الايه؟ ال 600 حددناها ازاي كوزين ثيتا وساين ثيتا؟ ما اقول يا باشمهندس مش الترانجل ده 3 4 5 تمام الكوزين اللي هو 4 على 5 مش ده مع نيجاتيف اكس؟ الكوزين اللي هو 4 على 5 اه بس تمام بس فانا حللتها بالنسبه لنيجاتيف اكس فبقت كوزين ال 600 في 4 على 5 في نيجاتيف اكس و600 في 3 على 5 في الواي اللي هي بالساين بالساين صح. تمام 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 شكرا شكرا يا دكتور. تمام دكتور انا عندي سؤال. انا اللي قبل الاخير
السؤال فين؟ في السؤال اللي قبل الاخير. ماشي ثانية واحدة ثانية واحدة هرد بس على السؤال مش مهندس وانت وراك على طول. ايوه فين بقى السؤال في المسألة قبل الأخير؟ ايوه بس عندي مشكلة لما جبنا الـ 10 سيتا، يعني السيتا مش المفروض اللي جبناها تكون اللي هي مع النيجاتيف واي اكسس والـ R؟ لا احنا 10 سيتا اهي اللي جبناها اهي، مش هي اف ار واي على اف ار اكس؟ تمام. تان سيتا الاف ار واي على الاف ار اكس اهو، الرسمه اهي، ادي ده الاف ار واي على الاف ار اكس، بتبقى مع الاكس مش مع الواي. السيتا اللي هي الدايركشن ده عمره ما هيبقى مع الواي، دايما بيبقى مع الاكس. طيب اوكي ماشي شكرا. تمام دكتور، مش هو حضرتك قلت المساله اللي علينا. ايوه حضرتك قلت المساله اللي علينا نزلها ثانيه واحده بس، المسائل اللي حضرتك هتنزلها على ايه المفروض نحلها؟ حضرتك هتنزلها فين بالظبط؟ هنزلها على الجروب بعد ما اخلص، هقول لك المسائل اللي هي المسائل اللي عليك من كتاب هبلك. انت معاك كتاب هبلك او نزلته بي دي اف؟ دي ارقام المسائل اللي عليك جواه. ايوه تمام. ايه هتنزلها فين؟ في التيمز ولا يعني افتح فايل في التيمز؟ في المسج اللي جاي على طول بعد ما اخلص السيكشن ده. تمام دكتور لو سمحت. ايوه هو الكتاب هبلر ده ليه انصر؟ ايوه ليه انصر. تمام الانصر ما تلاقيه موجود على، لو جربت الانصر عليه في جوجل هتلاقي يطلع لك الانصر. تمام هو يعني النسخه كام؟ 12 اديشن. ايه 12 اديشن النسخه ال 12؟ اه تمام ماشي. خلي بالك النسخه ال 12 عشان النسخه ال 13 او النسخه ال 14 ارقام المسائل مختلفه. تمام هجيب النسخه ال 12. اه لسه. تمام ماشي دكتور معلش على اذنك. اتفضل. هو احنا كده هنا يعني انا كده محتاج ان اجيب كتاب هبلر عشان اشتغل منه مثلا؟ مفيش لا لو عايز تشتغل سوفت كوبي خلاص يعني. مش ما سمعتش حضرتك معلش خط قطع. لو عايز تشتغل اونلاين يعني يبقى الكتاب معاك اونلاين وتحل منه اونلاين، مش لازم تجيب يعني لازم تجيب الكتاب يعني، فاهم؟ فهمت قصدك. بس لو هنبقى شغالين منه يعني انا مش شغالين من دكتور المانيوال تايب ولا ممكن اجيبه ولا اجيب ايه يعني؟ زي ما قلت لك الحل هتلاقيه موجود في اي حته على جوجل، وهتلاقيه موجود في اخر الكتاب كمان الفاينل انسرز موجوده. تمام لو انت عايز يعني. ايه لكن ما اجيبش مانيوال قصدي حضرتك يعني؟ يعني انا مش قصدي لو انت عايز تجيب هارد كوبي بقى من الكتاب وانت نازل الكليه. ها لا او حاجه مش فاهم قصدي، او حاجه فاهم يعني. انا قصدي مثلا ان انا ممكن اخلي مثلا هبلر معايا مثلا سوفت كوبي، ممكن اجيب مثلا كتاب مانوال تاني زي الماس عندنا، وانا عامل في كتاب مانوال بيبقى فيه مسائل بس. لا ما عندناش. لا مانوال لا ما عندناش مانوال، هو شغالين على طول من هبلر على طول، فكل المسائل من هبلر. كل المسائل اعتمد طيب على المحاضره والسكيشن وعلى المسائل اللي هاخدها. وتحل ان انا احلها في كتاب هبلر وزي الفل كده، صح كده؟ ده يبقى شغل طول الترم. بس لازم تكون فاهم. تمام اكيد ان شاء الله. ايوه اصل انتوا في الثانويه العامه بتعتمدوا ان انتوا تحفظوا الحل، مش عارف او في حد مش كله والله. تمام صح. باشمهندس هو ممكن تكتب لنا على التيم اذا كان هيبقى فيه لاب يوم الخميس ولا هو انا يعني لسه كليه ما لسه حاجه عشان اكون صادق معاك. بس زي ما قلت لك لو قرار من رئيس الوزراء زي ما قريت انا امبارح خلاص يبقى اكيد عطل المصالح الحكوميه كلها، فاكيد الجامعه منهم هتقف يعني. بس انت بالنسبه للاستاتيكا عشان ما حدش يقول ان انا بقول لكل المواد، بالنسبه للاستاتيكا المعمل الاستاتيكا يوم الخميس هنعوضه، هقول لك على اليوم اللي انت هتعوضه فيه ساعتها. هناخد تجربة عن الفريكشن. تمام؟ طب انا عندي سؤال، هو حضرتك في السؤال دينا ريزلتنت فورس كانت 800 جي، لو هو كان مدياني 800 عادي من يعني مش جي يعني كانت عامل انجل مثلا مع الاكس اكسس، كنت هفكها اكس واي اكسس مثلا هيبقى خلاص ساعتها الموضوع بسيط. ساعتها انا 800 دي هحللها في الاكس والواي وهسوي اللي في الفورس مجموع الفورسز اللي في الاكس بالكومبوننت بتاعه الاف ار اللي في الاكس، واسوي مجموع الفورسز اللي في الواي بالكومبوننت بتاعه الاف ار. لا
انا قصدي يعني الماجنتيود بتاعها ده مش ملوش علاقه ان احنا حولناها من فيكتور فورم مثلا لقيمه، ده قصدي. لا هو الماجنتيود ده عشان استخدمه في المعادله عشان اسوي الاف ار واي بي واسوي الاف ار اكس بي، لكن ده اصلا مش ماجنتيود، اللي هو كان مديني مش ماجنتيود، ده كان مديني فيكتور. لا هو مديك ماجنتيود، مديك الماجنتيود على بس مديك الدايركشن بتاعه فاستخدمته على طول اهو. طب انا اقول المساله هي تاني اهو. اهو بيقول لي اهو the resultant force is directed vertically upward، ده هو الدايركشن بتاعها، والماجنتيود بتاعها 800 نيوتن بس. فالماجنتيود 800 ومديك الدايركشن في اتجاه الواي، فهو اداك الماجنتيود واداك الدايركشن. يعني انا قصدي ان احنا لو كانت المساله معكوسه وانا كنت عايز الريزلتنت بعد ما اعمل سكوير روت مثلا للاف ار اكس والاف ار واي، ده 800 دي اللي كانت هتطلع لي بالظبط. بالظبط ماشي. طب دكتور يعني هو كده خلاص كده اكيد يوم الخميس الجاي مفيش لاب يعني، وحضرتك هتبعت لنا التعويض امتى بتاعه ولا لسه حاجه تاكد علينا؟ اكد عليك او هتلاقي موجود على موقع الكليه يعني، او اصلا هتلاقيه موجود على صفحه الكليه على الفيس ان بتاع كده، واكد عليك يعني بس 99% او 99% بدل من الطيب. مش اكيد يعني انا بقول يعني على اقصى الظروف يعني لو حصلت حاجه غير طبيعيه يعني، لان احيانا الكليه مثلا بتجيبك يوم الجمعه مثلا، لو انت لو سمعت من حد كبير يعني او لو سمعت كده ان ممكن الكليه في يوم من الايام لو الدنيا زرقت في الدراسه فممكن نخليك مثلا تيجي يوم الجمعه في بعض الاحيان. لا لا فممكن لا لا. عشان الموضوع يعني عشان اكد لك الموضوع 100% لازم ينزل على صفحه الكليه على الفيس ان يوم الخميس ده اجازه ومعطل كل حاجه. لو نزلوا ان اليوم الخميس دراسه هنبقى موجود من الدراسه، لما لو اجازه زي ما قلت بالنسبه لمعمل الاستاتيكا هيبقى في تعويض. خلاص تعال نهارك والله جمعه ده اجازه اصلا، ازاي هننزل بعد الكليه يا باشمهندس؟ يعني ما سبقش يعني في بعض الاحيان في الكليه بننزلكم الجمعه تفتحوا، ده لما تكون الدنيا مزنوقه يعني، بس ان شاء الله مش هيحصل معاكم الكلام ده يعني. ما بخوفكش ولا حاجه بس انا بقول لك حقيقه يعني، لو حد ليه اخ كبير في الكليه عارف الموضوع ده كويس. حد هنا ليه اخ كبير في الكليه؟ ما عليه خلاص ما تقلقش يعني من موضوع الجمعه ده، ولا انا بحب انزل الجمعه والله يعني. مش اليوم الوحيد اللي اجازه. ايوه ما ده هيبقى فيه امتحانات يعني في وقت الامتحانات سواء الميد ترم او الفاينل، احيانا بيبقى يوم الجمعه امتحان او حاجه، لكن مش محاضرات يعني. يوم الخميس المولد كل سنه وانت طيب، والخميس المولد ده ان شاء الله ما تقلقش يعني اجازه ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. طيب خلاص حد عنده سؤال تاني؟ دكتور معلش عندي سؤال. اتفضل. كنت عايز اسال عن الثيتا، وهو احنا ما ينفعش نعملها بالاستيك رول؟ لازم نشوف من الاكس فين والحاجات دي يا باشمهندس؟ يعني انا ما بحبش، انا عارف ان انتوا في حاجات خدتوها في الثانويه العامه قريبه من ده، بس الافضل ان انت تبقى ماشي زي ما تكون واحده واحده كده مع السيستم اللي انت واخده هنا من بدانا فيه، عشان ما تلاقيش نفسك في الاخر اتلخبطت او استخدمت حاجه هنستخدم حاجات بناء على الحاجات اللي احنا بادئين بيها دي. فانت لو ما عودتش نفسك من الاول على السيستم اللي احنا واخدينه هتلاقي نفسك جيت في نص المنهج فصلت. تمام؟ فانت عودي، احنا خدنا طريقتين دلوقتي ان احنا بنحلل وان احنا بنستخدم ساين وكوزاين، عودي بس ان انت عارفاهم وخلاص، مش مهم بقى الحاجات اللي انت خدتيها في الثانويه العامه دي مش مهمه بالنسبه لي. طب هو دكتور ممكن يسيبها لي جنرال ولا لازم يقول لي هنبتدي من الاكس، ولا انا ممكن اسيبها كده مفتوحه؟ ممكن يقول لك الدايركشن جنرال، بس هو الافضل غالبا يعني هيقولها لك زي المسائل كلها اللي في الكتاب، هقول لك الدايركشن ميجرد فروم ايه واحسبيه. بس لو قال لك جنرال ساعتها بترسميها بتوضحها له وترسميها. ده لو الامتحان اصلا الامتحان بيجي ام سي كيو، عشان الامتحان يجي ام سي كيو لازم هيحدد لك الدايركشن ازاي. ولو ما حددش يعني اسيب التنسيق اللي هتطلع معايا اسيبها صح؟ لو ما حددش تقولي له الانجل كام وترسميها، وتقولي له وترسمي له الاف ار كرسمه يعني توضيحيه الاف ار فين بالظبط. طيب
طب يا دكتور ما فهمتش، هو لو يعني فهمها من الاكس بوزيتيف بس من الاكس نيجاتيف مش فاهمه هعملها ازاي. الاكس بوزيتيف الاكس نيجاتيف مش فاهمه تعملها ازاي. انا مساله يعني هي كانت المساله بتاعت السيتا اللي هي اللي قبل دي، هو دايما يعني في الاسئله كلها كانت من الاكس بوزيتيف بس لو قال لي من ناحيه النيجاتيف مش فاهمه احددها. اه اللي هي اللي هي في الربع الثالث صح؟ اه اللي هي كانت دي ثانية واحدة اللي هي 180 ماينس دي. اه دي عشان الاف ار طلعت في الربع الثالث، بدأ بالاف ار يا باشمهندس طلعت في الربع الثالث، يبقى الانجل دي 180 ماينس الانجل. ليه؟ عشان انا مشيت كله كويس فروم بوست اكس عشان اوصل للاف ار. اهو انا لازم وضحتها لك على الرسم اهي. الانجل الصغيره دي اللي مع نيجاتيف اكس هي اللي عاملاها الاف ار، احنا جبناها. بس انا عايز الانجل الكبيره اللي مع البوزيتيف اكس اللي ده، عايز الانجل ميجر دي كلو كويس فروم بوزيتيف اكس بس. طب هو انا عرفت ازاي ان الانجل اللي جبتها كانت ما بين الاف ار والاكس نيجاتيف؟ عشان دي في الربع الثالث، الربع الثالث الانجل اللي بنجيبها دي بتبقى مع نيجاتيف اكس. هي دايما لو انا في الفورس كات يعني، يعني انا عشان خاطر انا عارفه ان انا في الفورس كات من الاول يعني، عشان لا عشان لما حسبت الاف ار لما شفتها طلعت الاف ار في السيرد كوانت مش فورس. الاف ار لما تبقى في السيرد كوانت بيبقى الاف ار الاجل بعد نيجاتيف اكس. لو في لو في لو في الفيرست او في الفورس، لو في الاول او في الرابع، يبقى الاجل دي مع البوزيتيف اكس. لو في السكند طيب مع النيجاتيف برضه مع النيجاتيف، وهو دايما بيقول لي ابتدي من الاكس بوزيتيف يعني، ولا ممكن يقول لي ابتدي من النيجاتيف؟ ممكن يغيرها ويصعبها شويه يقول ان ابتدي من النيجاتيف، لكن هو في المجمل هيقول لك ابتدي من البوزيتيف. يعني دايما الريفرنس بتاعنا البوزيتيف. بس لو قال لك من النيجاتيف انا اشوف النيجاتيف فين واشوف الاف ار فين واحسب الانجل نفس الطريقه بتاعت البوزيتيف يعني. اه بالظبط. شكرا يا دكتور. خلاص يا باشمهندسين نلتقي كده ان شاء الله الحد اللي جاي. ماشي، حد عايز حاجة؟ شكرا يا دكتور. شكرا. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام.